طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. مرحبا بكم ومرحبا لأصحاب المبادرة لينك. وصراحة المبادرة جميلة جدا وهادفة، وأتمنى إنها يعني تدي ريال سبورت لكل الناس الراغبة في إنها يعني تتأهل أو في إنها يعني تجد وظائف. أنا الماح سليمان، مستشار الشراء والإمداد أو سلاسل الإمداد لعدد من الشركات السودانية، واتدربت في المجال و يعني اشتغلت سبلاي تشين دايركتا، اشتغلت بروكيورمنت مانجر، وبقدم عدد من بقدم استشارات لعدد من الشركات والمؤسسات. قبل ما أبدأ، هل سامعين الصوت يا شباب وشايفين الشاشة؟ ادوني فيدباك عشان نواصل. أيوة، سامعينك ولا شاشة واضحة؟ تمام. طيب، أنا الآن أو مشارك أو مساهم في المبادرة باسم مركز أوت سورس للتدريب. ومركز أوت سورس هو مركز متخصص في السبلاي تشين مانجمنت، ومن 2010 ودرب يعني عشرات الآلاف من الخريجين والموظفين في القطاعين العام والخاص، وعنده شهادات عالمية في المجال، منها سيبس، ايوه الشاشه شغاله منها حصل، نعم والصوت شغال. والله اللي تكون النتورك منك، لكن تقريبا الحياة واضحة مش كده؟ فمركز أوتسورس للتدريب هو مركز متخصص في السبلاي تشين، بيقدم شهادات محلية وشهادات عالمية. الشهادات العالمية منها سيبس اللي هو تشارتر انستيتيوت زي ما شايفين في اللوغو، وبيقدم ايضا في معاهد، في معهد اسمه اي تي سي انترناشونال تريد سنتر تبع منظمه التجاره العالميه، عندهم شهاده اسمها انترناشونال دبلوما ان سبلاي تشين مانجمنت، ايضا دي بنقدمها من العام 2014. فمرحبا بكم، وانا ما عايز اطيل في المقدمه، وخلونا طوالي زي ما بيقولوا ندلي في الحديث عن السبلاي تشين. لكن عندي سؤال لو سمحت لي، ممكن أي واحد منكم يعني أخذ 2 3 سامبلز من الإجابات؟ ليه اخترتوا السبلاي تشين؟ يعني الناس اللي اختارت إنها تتخصص في السبلاي تشين، واي؟ ممكن أي واحد يفتح المايك ويدينا إنه ليه اختار المجال. والله لأنه أنا عايز أشتغل في المنظمات الأمم المتحدة، وشايف بيطلبوا كتير يعني التخصص ده. ممتاز يا محمد عثمان. محمد عثمان ده أيوة ذاته اسم منظمات، فبتوقع انك تشتغل في منظمة. إن شاء الله يا الله يخليك. طيب، ممكن نسمع تاني سامبل؟ لأنه supply chain is all around us، وبيشمل كل الحاجات transportation، حاجات ال warehousing، فكان بالنسبة لي interested من سنة ثالثة. ممتاز. يعني حاسة انه المجال بتاع السبلاي تشين ده مجال شامل، أيوة وفيه عدد واسع من الخيارات والمجالات، مش كده؟ أيوة أنا كان بديت قريت أنا قريت في الأحفاد، فكان لما درسنا المادة بتاعت الأوبريشن والسبلاي حسيت إنه أي دي الحاجة أنا انترستد فيها، ودي الحاجة عايزة أواصل فيها. تمام، ممتاز. انت الدفعة كم في السبلاي تشين، ولا ما درست السبلاي تشين؟ لا أنا الدفعة الهسي قريب متذكر كان في الإيفنت كان جيت قدمناه كشنو اللي هي تخرجت هسي، ممتاز. أنا البنت اللي قدمتك ممتاز. ذاتها. انت آمنة؟ أي كويس، ده تمام. حبابة يعني. تمام، شكرا. طيب، ممتاز، شكرا. ممكن نسمع تاني إجابة ثالثة وبعد كده نبدأ، انك ليه اخترت المجال بتاع السبلاي تشين؟ دكتور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا ولا ابننا السمو السمير؟ والله يا أخي إدارة التوريد يعني هي الآن شائعة جدا، لأنه هو
مع ظهور التجارة الإلكترونية بقت هي المستقبل صراحة كده، والطلب متزايد على ممارسة التوريد بصورة فعالة، لأنه الصناعات دي بتمر بتحول كبير، فدورة يعني أصبح يعني لابد من إنه يعني تجي إدارة تقدر يعني زي ما بقولوا تعمل الشغلة سيستماتيكلي. فسيستة التوريد يعني بقت أكثر أهمية يعني زي الأعمال التجارية. و أنا والله ما المجال ده ما لكن أيوه جزاك الله ألف خير، الله يخليك، شكرا. يلا ده بيقودنا أيضا لسؤال مهم، إنه ليه نعم فيه اهتمام متزايد على السبلاي تشين؟ أستاذ الماحي معلش ممكن تفتح المايك من عندك؟ معلش اها كده فاتح المايك اي احسن، ايوه كده فاتح اوكي تمام. فكلام اخونا السماوال او ولدنا السماوال، نحن لانه ان بتوين ما عارفين نقول ولدنا ولا ابن ولا اخونا، لكن كلامك بيقودني لانه هو فعلا فيه اهتمام متزايد بالسبلاي تشين، يعني سواء كان على مستوى السودان او عالميا. وصراحه الاهتمام المتزايد ده منعكس في الوظائف، يعني الان السبلاي تشين بقت من الوظائف الاكثر طلبا او من المجالات الاكثر طلبا. إحسان ممكن حاول لو شوف في زول فاتح المايك بتاعه غيري حاول أكفليه لأنه بيعمل لنا تشويش. طيب ف definitely أنا عملت ميوت أو ممكن تفتح من هنا. طيب نحن عندنا بوابة بتاع التوظيف اسمها outsource recruiting، فايضا يعني معظم الوظائف اللي بتجينا هي سبلاي تشين. فده بيقودنا انه ليه في اهتمام متزايد بالسبلاي تشين؟ يعني فجاه كده ليه الناس بدات تهتم بالسبلاي تشين سواء كان على المستوى المحلي او على المستوى العالم؟ ده بيختلف عن السؤال الاول. السؤال الاول كان انت ليه اخترت السبلاي تشين؟ لكن السؤال ده الثاني ده تفكر انه ليه المؤسسات او ليه يعني محليا وعالميا ليه بدا فيه اهتمام متزايد بالسبلاي تشين؟ عشان السبلاي تشين بتعمل شنو؟ لو فيكم واحد عايز يشارك طيب انا السؤال بديه ربع دقيقه، لو ما في زول جاوب بتجاوزه. تمام طيب خلونا نخش في موضوعنا اللي هو سبلاي تشين مانجمنت. الموضوعات اللي حنتكلم عنها حنحاول نتعرف عليه السبلاي تشين والمراحل ولا الستيجز ان سبلاي تشين، وفي موضوع ذو صله وثيقه جدا بالسبلاي تشين حتى الناس ذاته بيسميه سبلاي تشين اللي هو لوجيستكس، فايضا حنحاول نتعرف عليه يعني what do you mean by logistics, the types of logistics. بعد كده حنتعرف على الاسم زي ما بيقولوا اللي هو procurement procurement in brief و some definitions of procurement and purchasing and supply. حنشوف the types of procurement. بعد كده حنشوف حاجة اسمها categorization based on Kralgic model. وفي 5 R's أو 5 rights of procurement. في حاجة اسمها mapping stakeholders matrix أيضا حنشوفها مع بعض. وحنشوف procurement cycle اللي هو دورة المشتريات أو دورة الشراء عاملة كيف، وحنشوف الجانب الإلكتروني اللي هو electronic system used in procurement or sourcing. الجانب بتاع supply chain أو الجانب بتاع procurement فيه جوانب أخلاقية مهمة جدا جدا اللي هو فيه مبادئ أخلاقية ethical principles حنشوفها مع بعض، وفيه policies and procedures أيضا يعني حنشوف شكل عامل كيف. حناخد case study لسلسلة مخابز بريطانية اسمها واربيرتونز.
بعد كده ممكن نشوف الوظائف المرتبطة the main jobs related to supply chain management، وحنوريكم أيضا من آخر سيرفي بتاع مرتبات العمل في الشرق الأوسط وشمال شرق أفريقيا بالنسبة للوظائف، و way to be certified يعني المعاهد اللي ممكن تديك certifications يعني of high recognition ممكن تلقاها وين وتلقاها فيها تو تخصصات، ودي المجالات اللي حنتكلم عنها. طيب إذا الناس جاهزة، ولأنه الزمن صراحة يعني 3 ساعات ما كثيرة وحتنتهي سريع جدا، خلونا زي ما بيقولوا نضرب في المليان. فإنه ودوا مين باي supply chain. طيب معظم الناس الشباب بيقولوا إنه supply chain دي هي المشتريات أو هي ونقولوا supply chain هي logistics، تمام؟ وقت طلبوا مني في المبادرة إنه الناس أصدق supply chain أتبقوهم هم في الغالب بيكونوا عايزين procurement and supply، ما بيكونوا عايزين supply chain. لكن قلت لا الناس عايزة supply chain ما عايزة procurement and supply. تفتكروا من وجهة نظركم هم حاجة واحدة ولا في فرق بيناتهم؟ ما بالضرورة وجهة نظر عميقة أو مبنية على معلومات أو مبنية على يعني ساي كده بصورة يعني common sense بتاعك، بيقولوا إن supply chain يا هذات procurement and supply ولا لا هم حاجتين مختلفات ولا واحدة فيهم جوا الثانية؟ ممكن نسمع فيدباك أو نسمع ممكن الناس تكتب لك على الشات يا أستاذ؟ والله هي أوكي، لكن أنا بحبز الرد المباشر، سماع الأصوات فيه نوع من التفاعل عشان ما أحس أنا براي بتكلم. أوكي. طيب ممكن الناس ترفع يدها لو عايز يجاوب. طيب فيزول رافع يده اللي هو السماوار، تفضل السماوار. السماوار سامعنا؟ طيب السماوار اعمل ميوت للمايك بتاعك. طيب يا دكتور كده سامعني؟ ايوه سامعني. طيب في يعني الناس كتار بيقول انه يعني سبلاي تشين مانجمنت اللي هو اس سي ام وهو والاداره اللوجستيه يعني هو زي بعض، لكن انا اقول انه اللوجستيه ذاتها هي جزء من اداره سلسله الامداد. ممتاز. يعني ما مصطلح مرادف يعني. يعني في يعني هو مصطلح كده بيتخطى انه التكامل بين الخدمه اللوجستيه مع الانشطه الثانيه اللي بتتدخل مع المنظومه مع في المنشات من ناحيه تدفق السلع والخدمات. اذا من وجهه نظرك يا سماوار، دي انا وجهه نظري حقيقه يعني هي الاشمل مش كده؟ واللوجيستيك وبقيه الجماعه ديل هم جزء منا مش كده؟ هم بيندرجوا تحت السبلاي تشين مانجمنت ذات. اوكي تمام، شكرا لك يا سماوار، وجهه نظرك واضحه تمام. ماي اوبينيون. الله يخليك. في زول ثاني عايز يدينا راي انه هل السبلاي تشين هم نفسهم بروكيورمنت اند سبلاي ولا حاجه مختلفه؟ طيب عموما ما في مشكله، دي جست مجرد مشاركات. سبلاي تشين قال لك انفولز ا نتورك، بمعنى ان احنا عارف سبلاي تشين اول كلمه مفتاحيه في تعريف السبلاي تشين ان هي شبكه، هي نتورك، تمام؟ نتورك اوف انديفيدوالز اورجانيزيشن تكنولوجيز اكتيفيتيز ريسورسز، تمام؟ يعني هي شبكة من كل الحياة دي، فيها أفراد، منظمات، فيها أنشطة، فيها موارد وكذا. الشبكة دي إنها to make sure goods or service flow along the chain.
how to make sure that goods and service flow among the supply أو among the chain. بمعنى إنه الـ هي شبكة من الموارد، من الأفراد، من المنشآت، هدفها كله إنه اللي هو التدفق السلعي، إنه تضمن لنا إنه الكاستمرز أو العملاء إنهم بيلقوا حاجتهم من السلع والخدمات. So if one part of the chain fails أو مثلا chain members، يعني إذا أي واحد من الأفراد دي أو المنشآت دي أو أي واحد من يعني فشل في إنه يقوم بالدور المنوط به، so every organization further along the chain can also fail. Therefore, all parts of the supply chain need to work together. يعني مثلا زي المادري، فيها ناس عملوا فيها ناس حاول فيها، فيها ناس أجروا البحوث مش كده، عملوا سيرفيس، في ناس حلوا البيانات، في ناس بعد كده الجانب بتاع التكنولوجي بتاع زوم ضبطوه، في ناس زي انا سبيكرز جو يتكلموا، فنحن كلنا مع بعض احنا النتورك. اي طرف منا يعني فشل في انه يقوم بمهامه المنوطه به، فالمبادره كلها ما حتمشي لقدام. يعني الشخص المكلف او الجهه المكلفه انها تصدر البرنامج بتاع زوم، انها تدير الحلقات دي او تدير المحاضرات دي، فشلت حاجه، فبيصبح انه يعني كل مبادره حتفشل، او السبيكر فشل في انه يقدم، او المحاضر فشل في انه يقدم ماده يعني اوفيرنتس، يعني تكون من الشبكه دي. يعني انت النهايه ما اهتميتوا بالامر، ما حتو المبادره ما حتكون ناجحه. السبلاي تشين هي عباره عن نتورك، بتقول خط بقطع، هل ده من تبيان ولا من انا؟ طيب فيها مبيعين، فيها عملاء، فيها شركات مختلفه، وكل الشركات دي او كل النتورك هدفها واحد، اللي هو ذا ماتيريال فلو او ذا فلو اوف جوز اند اسيتس. وكنت نتكلم عن supply chain أو سلسلة إمداد، أنا بحبس كلمة سلسلة إمداد أكثر من سلسلة تمويل. فسلسلة يعني أي سلسلة إمداد بتبدأ اللي هم بسموهم the producers. Producers اللي هو دير الناس المنتجين للمواد الخام. يعني إذا أنا بتكلم مثلا عن سلسلة إمداد لمنتجات البان، فالبروديوسرز دي هم اصحاب المراعي. اذا انا بتكلم عن سلسله امداد لشاي مثلا او لاي منتجات زراعيه، البروديوسرز دي هم اصحاب المزارع او هم المزارعين. اذا انا بتكلم عن سلسله امداد لمعادن مثلا، لاي يعني منتج اساسه معدني، فالبروديوسرز دي هم منو؟ هم الناس اللي بيستخرجوا المعادن او المواد الخام من باطن الأرض. فسبلاي تشين تيبيكالي يا شباب بتبدأ with producers، تمام؟ then suppliers. يعني مثلا لو مسكت المنتجات اللي بتعتمد على الصمغ العربي، فالناس اللي في كردفان اللي بيطقوا الصمغ وبطلعوا الصمغ ديل بسموهم producers، اللي هو ديل بيطلعوا الصمغ كرو يعني أزرو، حاجة خام، مادة خام. بعد كده في تريدرز اللي هم بيجمعوا الصمغ من المزارعين ديل او من الناس اللي بيطقوا الصمغ ديل الكوليكترز، وبينظفوه بطريقه معينه، بيعبوه بطريقه معينه، وبعد كده بيقوموا يرسلوه لمنو؟ للمانوفاكتشررز، اللي هو للشركات الصناعيه اللي بتستخدم الصمغ ده في منتجاتها. والشركات الصناعيه بيقوموا ينتجوا المنتج الجاهز الفينش برودكت، خلينا نقول مثلا حلاوة أو أي مشروب عصير مثلا مبني على الصمغ العربي. وبعد كده بيقوموا الديستريبيوترز أو الموزعين بياخدوا الفينش برودكتس من المانوفاكتشررز، يرسلوه مثلا للسوبر ماركت اللي هو الريتيلرز، تجار التجزئة، ومن تجار التجزئة بيجوا الان يوزرز أو بيجوا الكاستمرز أو الكونسيومرز، بيجوا يتناولوا المنتج الجاهز من تجار التجزئة. فدير كلهم مع بعض يا شباب نحب نسميهم supply chain.
ومن السبب أخصصكم هي المشكلة ما في كلمة supply chain، يعني supply chain شرحها سهل، المشكلة في كلمة supply chain management. يعني أنت الآن عرفت إنه supply chain هي مجموعة من الأفراد والمنظمات وبتاعي هم في شكل producers, suppliers, manufacturers, retailers, transporters, يعني مثلاً service providers، هم مجموعة بما فيهم اليوزرز أو الكاستمرز ذاتهم، ديل كلهم مع بعضهم supply chain. لكن الآن إحنا بصدده اللي هو the supply chain management, how to manage the supply chain. تمام؟ من المقدمة دي إنه supply chain can be found within the three main industry أو industrial sectors. القطاع اللي بدينا المواد الخام ده بيسموه primary sector، اللي هو ده القطاع السلع الأولية أو المواد الخام، وده بدينا raw material. والقطاع الصناعي يعني أي جهة بتعمل processing على المواد الخام دي بيسموها secondary sector، تمام، اللي هو ديل المانوفاكشرز، ديل المنتجين. والقطاع بتاع الخدمات والبوزعوا واللي هو القطاع التجاري، فديل بسموهم تيرشري سيكترز، تمام. فقبل ما نمشي لقدام السلايد ده يا شباب، عرفنا انه سبلاي تشين دي هي ما اداره واحده او ما قسم واحد. فانت لو في بالك انه والله سبلاي تشين دي قسم او شخص او اداره او ايفن شركه، لا سبلاي تشين دي هي نتورك، هي مجموعه من الافراد من الشركات كده. المجموعه دي معنيه بالتدفق او بالتدفق السلع والخدمات من مصادر الاوليه اللي هم البروديوسرز، تمام، الى مصادر او الى يعني المستهلكين اللي هو الان يوزرز. فكل الان بتوين ديل كلهم يسموا سبلاي تشين ممبرز، اللي هو بروديوسرز، سبلايرز، مانوفاكتشررز، ديستريبيوترز، ريتيلرز، يوزرز الى اخره. وبالتالي supply chain هي component أو compose of three sectors، اللي هو primary sector, secondary sector and tertiary sector. الحاجة اللي احنا عايزين نعملها، احنا دايرين ندير الجماعة دي كلهم، تمام، لأنه بنفتكر أي غصور من أي قطاع في النهاية حيكون يعني حنفشل في إننا يعني نقدم للمستهلك المنتج أو الخدمة اللي هو بيدفع مقابلة. إذا في قصور في المواد الخام، إذا في قصور في البروسيسنج، إذا في قصور في الديليفري أو في الديستريبيوشن كده. يعني أنت تخيل الآن مثلا مطعم، مهما كان يعني زي يقولوا أكله ظابط، لكن أنت بعيد ما بتقدر تجي، فما بري أنت في النهاية يعني تعتبر عميله، هم ما بيقدر يخدمك. فأي طرف في السبلاي تشين دي فيري، إذا أنت مسكت يعني سلسلة مطاعم، فاللي هو بيوفروا المواد الخام، الفراخ، اللحوم، الخضروات للمطعم، الطباخين الموجودين في المطعم، تمام، أصحاب المواتر اللي بيعملوا ديليفري، ديل كلهم يعتبروا شنو؟ The food supply chain. طرف منهم إذا يعني ما أوفى بالتزاماتهم من ناحية الجودة، من ناحية السعر أو قص، ففي النهاية السبلاي تشين كل يحصل لها كلها. طيب قبل ما نمشي لقدام، هل السلايد ده واضح ومفهوم شباب؟ أي فيدباك؟ هل فيكم زول السلايد ده يعني وضح له السبلاي تشين بصورة أفضل من الفهم اللي كان جايبه؟ ولا nothing new. طيب ما في مشكلة، خلونا نواصل. طيب ممتاز. بالتالي نشوف the stages in supply chain، اللي هو مراحل supply chain. كويس إنه وضح لكم شديد مريم علي والجيلاني غرش. طيب supply chain عندها مراحل يا شباب. المراحل دي نفس الكلام اللي قلناه قبل شويه، يعني الكلام اللي قلناه قبل شويه ده هو اساس السبلاي تشين. فعندنا بروديوسرز وعندنا سبلايرز، يعني مثلا اتخيل بس منتج قايم على السمغ العربي. فعندنا بروديوسرز اللي هو ذيل الناس اللي بيطقوا السمغ، بتعرفوا طق السمغ،
الصمغ ده بتجي بيكون عندك فاس وبتطق الشجرة، بتعمل شلخة كده أو جرحة في الشجرة، وبعد ذلك بتديها فترة الصمغ بيتكون في الجرحة دي في الطقة دي يعني. فديل اللي هو بروديوسرز، دي بدون المواد الخام، وفي الكوليكترز أو التريدرز أبلايرز اللي هو اوبتين رو ماتيريال من بروديوسرز، وبيقوم بيبيعوها لمنو، بيبيعوها للمانوفاكشرز. طيب من المانوفاكشرز وانت ماشي على البروديوسرز دي في السبلاي تشين يسموه ابستريم. يعني اذا انت تخيلت السبلاي تشين دي نهر، تمام، النهر ده عنده منبع وعنده مصب. المنبع ده اللي هو كل ما اتجهت على المنبع اتجهت على الابستريم، وكل ما انت اتجهت على المصب كل ما انت اتجهت على الداون ستريم، تمام. فبتلقى المانوفاكشر الموجود في النص ما قبله ده ابستريم، وما بعده اللي هو الديستريبيوترز والريتيلرز والجماعه دي بيسموهم داون ستريم، تمام. فنحن في السودان بنسمع بكلمه، فيكم زول بيسمع بكلمه الصعيد والفاء والسافل؟ فيكم زول سمع بالعبارة دي؟ يعني أهلنا زمان ما بقول لك يعني لو ماشي مثلا على الجنوب بقول لك ماشي الصعيد اللي هو الأبستريم، تمام؟ وإذا ماشي على الشمال بقول لك ماشي السافل. الكلام ده طبعا مقيد بنهر النيل، تمام؟ بنهر النيل يعني أنت اللي هو ماشي على الصعيد اللي هو الأبستريم ده أعلى المصب أو ده على النهر. إذا ماشي على السافل ماشي على الشمال اللي هو ماشي على المصب، فأنت ماشي على الداون ستريم. فيعني بدل ما يقول لك جنوب شمال بيقول لك سافل صعيد وسافل. فنحن نفس الفهم عندنا الابستريم دي اللي هو ده الصعيد، وعندنا داون ستريم دي السافل، تمام. ففي الابستريم بتلقى المنتجين وبتلقى الموردين، وبعد كده في النص بتلقى المانوفاكتشررز اللي قدام، هنديه مصطلح ثاني اسمه OEM. وفي الداون ستريم بتلقى الماركت شانل او الماركتنج شانل اللي هو القناه التسويقيه، الموزعين ولا تجار الجمله وتجار التجزئه والعملاء وكده. فدي الحاجه الثانيه خدتها في بالك. لكن كل الناس دي سواء كان اب ستريم سواء كان ان بتوين سواء كان في الداون ستريم، the aim of supply chain is to procure and supply something to the end user or consumer. احنا كلنا مع بعض، تمام، نحن كلنا مع بعض خدام الكاستمر، يعني كلنا مع بعض بنحاول انه نزود او نوفر للعميل احتياجاته من السلع والخدمات بالجوده المطلوبه بالزمن المطلوب باقل تكلفه ممكنه. This is the main mission of the supply chain. فهمت اللي هي وين نحن؟ قال لك such as loaf of bread or bag of rice, supply chain consists of two stages, upstream and downstream. يعني انت لو مسكت اي منتج يا شباب، منتج زراعي، بالنسبه لك الابستريم والداونستريم واضحه جدا، تمام؟ يعني مثلا زي شفنا منتجات الالبان، زي مثلا الشاي، الدقيق مثلا، المنتجات القائمه على الدقيق، تمام؟ زي الخبز، دي كلها سلاسل الإمداد واضحة جدا، فيها أبستريم واضح وفيها داونستريم واضح. فأنا أي هوب إن الناس تتيك نوتس يا شباب، إنه نحن في حياة مفتاحية تماما. طيب حنجاب على السؤال ده بعدين. طيب فأول حاجة قلنا سبلاي تشين هي نتورك، ما of individuals, organizations, resources كده، دي الحاجة الأولى. وقلنا هدفها كله إنه شنو؟ إنه to ensure the flow of يعني goods and service، وإنه فيها بتشتغل على 3 sectors اللي هو primary sector, manufacture, secondary sector and tertiary sector، واللي فيها upstream وفي داون ستريم. الهدف النهائي للسبلاي تشين تخدم العملاء او ذا بيست فاليو تو ذا كاستمرز او تو ذا كونسيومرز. طيب في السبلاي تشين نفس الفهم اللي شفناه قبل شويه اللي هو المانوفاكشرر ده بنقول له او اي،
OEM اختصار ل Original Equipment Manufacturers. تمام؟ اللي هي OEM اختصار ل Original Equipment Manufacturers. وال OEM يا شباب هم دائما الشركات المعروفة، هم أصحاب البراند، يعني مثلا شركة أبل، شركة سوني، شركة ديل، شركة السيارات المعروفة تويوتا، هيونداي، ديل كلهم اللي هو البراند أونرز، ديل كلهم بيسموهم OEM. تمام؟ طيب الموردين المباشرين ليهم بيعملوا معهم مباشرة بيسموهم تير 1، بقولهم تير 1 سبلايرز، تير 1 سبلايرز. طيب موردين، الموردين يعني مثلا لو ديل في الكيس بتاع الصمغ الفادة، لو كان ديل السبلايرز بتاع الصمغ وديل المزارعين او الناس اللي بيطقوا الصمغ، وديل بيسموهم تير 2. تمام؟ فتير 2 ديل هم ايضا سبلايرز، فتير 2 هم سبلايرز اوف تير 1، وتير 1 هو سبلايرز اوف شنو، اوف او اي ام اللي هو البراند اونرز او الشركات المعروفه. طيب ومن هنا جاءت الفكره بتاعت السبلاي تشين، اللي هو بتكونوا سمعتوا في الكونتراكتنج يقول لك ذا مين كونتراكتر اند السب كونتراكتر. تمام؟ اللي هو المقاولين من الباطن والمقاولين الرئيسيين. السبلاي تشين يا شباب جاءت من انه نحن يعني يفترض ما نركز الفوكس، ما يكون فقط على تير 1 من السبلايرز. تمام؟ الفوكس حيكون على ذا انتاير سبلاي تشين، يعني نركز على تير 1 وتير 2 وتير 3 اللي هو زي ما قلت لكم من قبل من المنبع الى المصب. تمام؟ طيب من المنبع الى المصب، كيف من المنبع الى المصب؟ يعني مثلا زي ما حنشوف في اخر كيس استدي الحاجه دي بتكون واضحه. ليت سي انه في الكيس بتاع السمك، ليت سي ان الناس اللي بيطبقوا السمك ديل يعني انتاجيتهم ضعيفه، انتاجيتهم ضعيفه بسبب انه خبرتهم في طق السمك ضعيفه، او بسبب انه ما عند في نيو تكنولوجي ممكن تدي سمك اكثر، لكن الناس ديل ما عندهم اللي هو تير 2 ديل اللي هو البروديوسرز ما عندهم. تمام؟ طيب في المفهوم بتاع السبلاي تشين مانجمنت، الاو اي ام ده اللي هو الشركه دي بتقوم تتخطى تير 2 وتشتغل مع منو؟ تتخطى تير 1 وتشتغل مع تير 2 عشان تزيد الانتاجيه بتاعته، لانه لو زادت انتاجيه تير 2 اوتوماتيكلي حتزيد الانتاجيه بتاع تير 1، واوتوماتيكلي ده حتحقق وفره، حتحقق هاي افيلابيلتي بالنسبه للاو اي ام. تمام؟ بمعنى نحن في السبلاي تشين مانجمنت يا شباب وي دونت فوكس اونلي يعني مع التير 1 اوف سبلايرز. تمام؟ نحن بنركز على مستوى السبلاي تشين، اينما وجدت عقده بنحاول نفكها، اينما وجدت مشكله بنحاول نحلها، اينما وجدت فرصه للتحسين بنحاول شنو؟ بنحاول نستغل الفرصه دي ونحسن، لانه في النهايه زي ما شفت في التعريف السابق انه اذا في اي فيلر من طرف واحد ده بيعني انه الفيلر على مستوى السبلاي تشين، فنفس الفهم اذا في اي يعني تحسن او تحسين قدرنا نعمله مع يعني طرف في السبلاي تشين، فنحن التحسين ده حيكون على مستوى السبلاي تشين. بمعنى انه يا اخواننا زمان يعني الشيء الجديد شنو في السبلاي تشين؟ قبل مفهوم السبلاي تشين الناس كان شغاله ان سايلوز، يعني اي شركه شغاله براها، ما يعني ما في شركه بتحاول يعني الفوكس كله على الدليفري والبرايس وكده، فما في شركه بتحاول تنشور مثلا الكونتينيوتي اوف ذا سبلاي، ما في شركه بتحاول تشتغل مع ابعد من التير 1 اوف سبلايز وكده. وبعدين هحكي لكم قصص كثيره عندها علاقه بالسبلاي تشين مانجمنت. طيب نرجع هنا، قال لك within complex supply chain every tier is managed. يبقى نحن كنا نقول complex supply chain بمعنى انه فيها كم tier او فيها كم layer. تمام؟ يعني مثلا الدقيق،
الدقيق ده ممكن يكون complicated supply chain. إذا قلنا إحنا شركة مثلا حلواني العبد مثلا، حلواني العبد دي لو كان هم باسمهم ده هم الـ OEM، فيكم زول ما بيعرف حلواني العبد. طيب حلواني العبد دي بيشتغل باص مثلا، أو افترض عندهم معامل بيشتغل باص، أكيد المعامل دي الدقيق تمام، والدقيق ده مثلا الدقيق ده يقول بتاخده من تجار، والتجار ديل بياخدوا الدقيق من مطاحن مثلا، والمطاحن دي بتاخد القمح مثلا من موردين، والموردين ديل بياخدوا القمح من فارمرز او من بروديوسرز، اللي هو فيه كم لير او فيه كم تير. فكل ما كتروا اللايرز ديل او كتروا اللي هو الطبقات بتاعت الموردين دي احنا بنسميها complicated او complex supply chain. So within complex supply chain every tier is many. تمام، ده المفهوم. شفت السطر البسيط ده بيلخص لنا مفهوم supply chain. And each has to conform to the same ethical and sustainable standards. طبعا supply chain بيكون فيها يعني فيها many standards، فيها quality standards، فيها cost standard، فيها service level standard، فيها ethical standards، فيها sustainable أو environmental standards. فأي standard بيتبناها الـ OEM لازم تكون يعني applied، أو لازم تكون يعني كل supply chain ملتزمة بها تمام على مستوى tiers بتاعتهم تمام، من الـ producers لحد السبلايرز المباشرين. So the original equipment manufacturer will conduct supplier audits on the entire supply chain network from time to time تمام، عشان يضمن انه يعني كل السبلاي تشين ملتزمه بنفس الستاندرد. But may also rely on the tier 1 supplier to ensure the lower part of the chain is well معلش نديكن well managed. يعني sometimes ال OEM الفوق ده اللي هو زي سوني او ديل او جماعه ديل، يعني هو بيركز على بيعمل اوديت لكل السبلاي تشين، و sometimes بيعتمد على تير 1 في انه تير 1 هو اللي يفترض تو مانج تير 2، وتير 2 تو مانج تير 3 تير 4 تير 5 الى اخره. لكن الشيء الجديد يا شباب في مفهوم السبلاي تشين انه نحن انتقلنا من مفهوم الاداره على مستوى المنشاه الواحده الى مفهوم الاداره على مستوى السلسله تمام، بحيث انه كل السلسله تكون شغاله بنفس الستاندرد، سواء كان ethical standards. يعني مثلا احنا لو اتبنينا في القيم بتاعتنا انه human first، فلازم كل الناس دي يكون عندهم يعني كلهم متبنيين فلسفه human first. اذا احنا مثلا دايرين انه السبلاي تشين بتاعتنا دي او اتبنينا انه الاجور تكون fair، فلازم على مستوى السبلاي تشين الاجور كلها تكون fair وهكذا تمام. طيب واضح يا شباب؟ طيب السؤال ده مهم شديد، اللي هو ليه المنتج الفوق ده اللي هو بتقصد الـ OEM ليه بيحاول يصل لأدنى تير في السلسلة؟ هل عشان يوفر التكاليف مثلا؟ فيكم زول عنده اجابه قبل ما انا اقول اجابتي؟ فيكم زول يرد على او عنده اجابه لسؤال سمر؟ تكلفه التصنيع والتوزيع. هو بالعكس، هو طبعا دي زياده التكلفه، كون انا اعمل اجيب اوديت او اوديتر عشان يعمل لي اوديتنج لكل السبلاي تشين، دي زياده التكلفه يا سمر. لكن ليه الشركات بتتحمل الحاجه دي؟ ايوه اتفضل يا سمر لو عايز تتكلم. اداره مخاطر على حسب حجم الشركه كبيره او صغيره. طيب في كيسز كثيره حايمة الأيام دي،
في كيس جايبينه في البي بي سي، جايبينه أولاً، مثلاً ممكن أشير معاكم اللينك، اللي هو شركات الشاي. طبعاً الكينيا هي من المصادر الرئيسية جداً للشاي، فالبي بي سي عامل التحقيق بعنوان التكلفة الحقيقية لكوباية الشاي أو لكوب الشاي. يعني يفتكروا أن كوباية الشاي اللي أنت بتشربها دي تكلفتها أكبر من الحاجة اللي أنت متخيلة، وجايبين تحقيق عديد. يعني أنا ممكن أرسل لكم الرابط وناشره في صفحتي في الفيس إذا فيكم زول متابعيني في الفيس، إنه في سيكشوال أبيوز في الـ 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 في الـ يعني عند الشركات بتاعت إنتاج الشاي، تمام؟ والحاجة دي اللي هو الصحفيين يعني عملوا ياهو تقارير دي وطلعت الفضيحة، وبالتالي أثرت الكلام ده أثر على ماركات عالمية زي ليبتون مثلا. وده الحاجة دي اضطرت شركة يونيليفر اللي هو المالكة لعلامة ليبتون إنها تبيع مزارعها أو تفك ارتباطها بالمنتجين الموجودين في كينيا وتشوف لها مصادر تانية. طبعا يونيليفر هنا باعتبارهم OEM، تمام؟ فالمشاكل دائما بتجي في رأس OEM. يعني انت كيف يرضيك انت هنا عامل لنا ليبتون مثلا علامة تجارية عالمية وقاشير بيها وبتجني منها ملايين الدولارات، وايل انه في ناس بتتعذب وبتدهان، تمام، في مزارع الشاي هناك. فزمان قبل مفهوم السبلاي تشين ممكن ناس ليبتون او ناس يونيليفر يقولوا حمالنا وما المزارع دي، كان احنا نحب نشتري الشاي من موردين مباشرة، لكن لا، الآن الفوكس أصبح على مستوى السبلاي تشين. في كيس تاني كان جايبين إنه اسمه من وولمارت اللي هو متاجر التجزئة في الولايات المتحدة، هم بيشتروا أو متعاقدين مع مصانع في بنغلاديش إنها تعمل لهم المنسوجات يعني الملبوسات، لأنه بنغلاديش فيها مزارع قطن والعمالة فيها رخيصة وكذا. ففي فترة قامت سلسلة بتاعت حرائق في المصانع بتاعت المنسوجات دي، وبعد ذاك الإعلام سلط الضوء عليها واكتشفوا إنه يعني أبسط يعني ما بتليق أساسا بكرامة الإنسان، ظروف العمل سيئة جدا في المصانع دي، وفي النهاية المهمة الضربة جات في رأس وولمارت. فالشركات الكبيرة اللي هو OEM إذا ما اهتموا بالسبلاي تشين زي ما بيقولوا شنو، الضربة بتجي في رأسه، بمعنى انه اي تجاوزات في السبلاي تشين مهما كانت بعيده منهم في النهايه هي ده مكون من مكونات او دي حلقه من الحلقات اللي بمر بها المنتج. عشان كده اسف في اوروبا في ليبل اسمه ايثيكال برودكت، يعني ممكن تيجي تشتري شاي او بن من السوبر ماركت تلقى مكتوب عليه ايثيكال برودكت. ايثيكال برودكت يعني شنو؟ يعني الشركه الاو اي ام عامله اوديتنج وعامله كنترولنج على مستوى السبلاي تشين، وضامنا تماما انه ما في اي unethical practice، ما في اي يعني unfair payment، ما في اي human trafficking او كده، ما في عماله اطفال، ما في كده. فاتمنى انه الاجابه تكون واضحه يا سمر. طيب يا في عنده تعليق او عنده، لو اعتبرنا كاس العالم خدمه هل حصل مع عمال الملاعب؟ يس، نفس المشكله. يعني انت لانه كاس العالم ده هو انترتينمنت، هو رفاهيه، فانت كيف الناس تجي تترفه وزي ما بيقولوا وتدفع قروش ويعني تستمتع على حساب ناس ابرياء بيموتوا وناس مثلا بيتعوقوا وناس مثلا مظالم وكذا، فما بيستاهل الموضوع يعني، تمام؟ عشان كده الناس بقت تخاف جدا، يعني بتركز على مستوى السبلاي تشين، ما يعني ده عكس التركيز فقط كان بيكون مع تير 1 من السبلايرز. وانا بالنسبه للسلايد ده يعني ده السلايد يعني اللي بيفسر السبلاي تشين او بيوري ان احنا ليه وي ار تراين تو مانج ذا سبلاي تشين، تمام؟ طيب في نفس الصيغة، يعني لو مشيت شركة زي دال
أو سيجا مثلا، و أيوة قال لك في شركة بسكويت انتشر لها فيديو بيحكي نفس المشكلة في السودان، غيروا اسم الشركة في السودان. يس ذات از ات. هي المشكلة ممكن لو في الشركة ذاتها اوكي دي خلاص دي ما مشكلة زي ما بيقولوا ظاهرة، لكن المشكلة الآن بقت ما بتضر تكون في نفس الشركة، يعني حتى لو ابستين، يعني حتى لو عند المزارعين عند الدفع ايضا بيكون نفس ال في شركات زي شركة الشوكولاتة السويسرية برضو كده واجهت مشاكل، انه مشاكل بتاعت يعني مشاكل انفايرومنتال، مشاكل بيئية، انه مزارعين الشوكولاتة في دول مثلا زي البرازيل، في دول المهم في الدول المنتجة الأكثر إنتاجا للكاكاو، انه بدوا يضغطوا على الغابات، يعني بدوا يحولوا الغابات كلها لمزارع بتاع الشوكولاتة، لأنه الشوكولاتة الكاكاو مزارع بتاع الكاكاو أصبحوا مربح وكذا. فأيضا جاتهم يعني الإعلام ركز عليهم، وبيجي أنت كيف يعني تأذي البيئة وتأثر إيفن في تغير المناخ والتفاصيل دي، عشان قطعة شوكولاتة يعني في النهاية ما ضرورية لحياة الإنسان. تمام، دي المسائل أو دي المشاكل اللي خلت الناس تركز على السبلاي تشين. طيب ممتاز. لو مشيت مثلا شركة زي سيجا وقلت لهم ناس السبلاي تشين وين، بودوك ناس اللوجيستيك. تمام، بودوك ناس اللوجيستيك، بمعنى انه اللوجيستيك هو سبلاي تشين، وفي سبب وجيه بيخلي انه كثير من الشركات او كثير من الناس يعتبروا ناس اللوجيستيك هم سبلاي تشين، او يخلوا ناس اللوجيستيك نفسهم يعتبروا نفسهم هم السبلاي تشين. خلينا نشوف what do you mean by logistics. طيب logistics قال لك is the process of planning, implementing and controlling procedures for the efficient and effective transportation and storage of goods. أنا دائما بحب الخلاصة. logistics يا شباب هو عبارة عن transportation and storage أو movement and storage of goods. طبعا including service. تمام، يعني في سيرفيس او في خدمات وفي انفورميشن وكذا، لكن المين اللي يا اخوان احنا بنتكلم عن اللوجيستيك، احنا بنتكلم عن النقل والتخزين، اللي هو from the point of origin من المنشأ to the point of consumption اللي هو لمناطق الاستهلاك، for the purpose of conforming to customer requirements، بمعنى انه المهمة الأساسية للوجيستيك يا شباب اللي هو order fulfillment، انه يرضي او ينفذ طلبات العميل. تمام، فلو قارنت التعريف ده بالسبلاي تشين بتلقاه متشابه، لانه السبلاي تشين برضه بيهتموا بالجودز او الماتيريال فلو، مش كده، من المنبع الى المصب او من الابستريم الى الداون ستريم الى ان يصلوا الان يوزرز. فنحن بنسمي اللوجيستيك ده هو سبلاي تشين انيبلر، هنشوف بعد شويه، بمعنى انه من غير لوجيستيك ما في سبلاي تشين. ده اللي بيخلي ناس اللوجيستيك يعتبروا نفسهم هم السبلاي تشين، وهم محقين جدا في الكلام ده. لكن ما اي ترانسبورتيشن ما اي ستورج لازم يكون بصوره افيشنت، بصوره افكتيف، بصوره مدروسه. تمام، يكون فيها بلاننج، فيها امبلمنتنج، فيها كنترولنج، فيها بروسيجرز، بحيث انه النقل والتخزين ده يكون يعني effective وفعلا يلبي طلبات العملاء. بالتالي logistics قال لك is the control of the flow of goods or service between two points. اللي هم two points دي شنو يا شباب؟ يعني logistics هو عبارة عن control of the flow of goods and or service between two points. يكون واحد متذكر two points دي شنو؟ المنتج والمستهلك. وتاني yes you are right. ممكن نسمع تاني رأي اللي هو the area of acquisition and the area of consumption.
اللي هو من اللوجيستيك دائما بيحصل اللي هو the point of origin to the point of consumption. ممتاز. يعني دائما اللوجيستيك بيشيل من منطقة حاجة لشنو إلى منطقة استهلاك. أنا داري أجيب حاجة مثلا من الصين، فالصين حتصبح هي the area of acquisition، والسودان هو حيصبح the area of consumption. شلت الحاجة من الخرطوم وديت النيالة، الخرطوم بتصبح the area of acquisition والنيالة بتصبح the area of consumption. شلت الحاجة من النيالة وديتها مثلا شنجلوت وباي، فيكم زول بيعرف شنجلوت وباي، فبتبقى النيالة هي the area of acquisition. الميم الحتة اللي بنشيل منها والحتة اللي بنودي لها بنسميها the area of acquisition. بالتالي لوجيستكس فيه عدد من الأنشطة، فيه ماتيرينج اللي هو المولة، الشحن والتفريق، فيه تغليف اللي هو باكجينج، فيه انفنتوري مانجمنت اللي هو إدارة المخزون، أوراق المخزون انفنتوري كنترول، فيه ويرهاوزنج أو ويرهاوز مانجمنت اللي هو إدارة المستوى، فيه ترانسبورتيشن اللي هو إدارة يعني دي مجالات بتكون موجودة داخل اللوجيستكس. فإذا فيكم زول يعني الحاجة دي بالنسبة له جديدة في تيك نوت، إنه logistics include material handling, packaging, warehousing and transportation. ونحن قاعدين نحاول نتعرف على المجالات الشباب. يعني أنت لو سألوك إنك كنت داير تشتغل في اللوجيستيك، قال لك والله اللوجيستيك ده بيحتوي على شنو أو جواه في شنو؟ فيو هاف تو نو إنه فيه material handling, فيه packaging. الباكجينج دي اللي هو يعني مثلا نضع بضاعة داخل حاوية أو داخلية أو داخل الصندوق أو داخل جوال عشان ننقلها. يعني الباكجينج هو ضرورة يعني الترانسبورتيشن ريكويرمنت. فالباكجينج هو جزء من من اللوجيستيك، والانفنتوري مانجمنت اللي هو رغبة المخزون. نعرف 200 مطلوب ونعرف الحد الأدنى للمخزون وحد أقصى للمخزون، وبالإضافة للويرهاوز مانجمنت اللي هو كيف نخزن وكيف نحافظ على البضاعة الموجودة في المخزن. طيب بالتالي ما دام اللوجيستيك بيقوم بالأنشطة دي، فـ it plays an important part in the supply chain. تمام؟ and supply chain network. So like the supply chain, logistics can be straightforward or they can be complex. يعني ممكن يكون مبسط وممكن يكون معقد. بيكون معقد كل ما كترت هو الترانسشيبمنت، يعني كل ما، فإذا شفت الشكل اللي قدامك ده اللي هو ده شكل بتاع supply chain، ده للبروديوسر بتاعنا الماتيريال، وده الفاينل كونسيومرز، وإن بتوين تلقى في الكومبوننت مانوفاكشررز، وفي assemblers مثلا اذا نتكلم عن مثلا اثاث خشبي، وديل اللي هو منتجين الخشب في الغابات، وديل مثلا اللي بيعملوا الالواح بتاعت الخشبه، والبنتجو البنتجو مثلا الاجزاء بتاعت الاساس، وديل اللي بيجمعوها assemblers، وديل الريتيلرز، وديل الفاينل كونسيومر. طيب الاسهم دي يا شباب، الاسهم دي اللي هو دي اللوجيستيك. بعدين without logistics ما في raw material حتجي للcomponent manufacturer. without logistics الcomponents دي ما حتجي للassembler. without logistics الassembled products ما حتجي للretailer، وهكذا. فأي نقل وتخزين، أي transport, storage, packing, packaging, handling ده دائما بيكون يعني اللي هو، عشان كده بيقولوا اللوجيستيك هو connecting facilities أو connecting places أو connecting supply chain members. وعندنا في اللوجيستيك بنقول 7 R، بمعنى إنه يعني أي زول لوجيستيشن أو حيشتغل في مجال اللوجيستيك لازم يشوف إنه is أو she is delivering the right product the right to the customer. تمام، at right price, right quantity, right conditions, and the right time and the right place. Okay, product, customer, price, quantity, condition, time and place. يعني انت كزول حتشتغل في اللوجيستيك، بسموها the logistics mission. يعني انت زول بتشتغل في اللوجيستيك، so you have to do your best
في انه تضمن الجوانب السبعه دي في كل اوردر انت بتنفذه. فاللوجيستيك اساسا هو اوردر فولفيلمنت بروسيسنج. تمام. طيب عندنا فور تايبس اوف لوجيستكس، والكلام ده عملي جدا يعني، الكلام ده ما علمي يعني، مش سوري ما اكاديمي ما ثيوري، الكلام ده عملي جدا. عندنا فور تايبس اوف لوجيستكس، عندنا انباوند لوجيستكس، وده بينقل المواد الخام للمنتجين للمانوفاكتشرز. عندنا ورك ان بروسيس لوجيستكس، وده بينقل وبيخزن المواد او الاجزاء شبه المصنعه داخل المانوفاكتشرنج كمباني. وعندنا اوت باوند لوجيستكس، او زي ما بيسميه فيليب كورلر اللي هو ماركت لوجيستكس، وده مرتبط بالتوزيع اللي هو توزيع السلع الجاهزه، وفيه باكجينج شيبينج بيمنت كولكشن، وفيري كريتيكال تو ذا كمباني سكسس. مثلا عندنا في السودان صافوره بتلاقيهم بينتجوا الزيوت بتاعتهم وبيقوموا يدوها لشركه اسمها عاديات. ناس عاديات دي ماسكين الاوت باوند لوجيستكس لصافولا، فبيقوموا بالجانب بتاع الباكجينج والشيبنج وايفن البيمنت كولكشن. والحاجه دي كريتيكال لصافولا، بمعنى انه لو فيك الحركه دي سورسنج هنشوفها لقدام، اللي هو شركه عاديات تعاقدت مع شركه صافولا، تعاقدت مع عادي لفت صافولا او لشركه. في لوجيستيك لصم سيرفيس منتجات تيست صيانه او منتجات المهمه يعني يحتاج، فاللي هو لوجيستيك ديبلوماسي وانت المانوفاكتشر. انه هو المواد الخام او الباو لوجيستيك بتلقاه. معلش احنا فقدنا استاذ أستاذ الماحي، إحنا كنا ما سامعينك. أستاذ الماحي المايك بتاعك مفتوح، ممكن تفتحه؟ أوكي، آخر حاجة كنت سامعنا من شنو؟ كنت مستغرب كبيرة. عشان انا ابدا من مثال عن صافولا، عن المثال بتاع صافولا بعد. اوكي ممتاز ممتاز ممتاز. طيب فصافولا مثلا نحن كنا بنتكلم عن ذا تايبس اوف لوجيستكس للشباب، تمام؟ فقلنا اننا فور تايبس اوف لوجيستكس، انباوند وده معنى بالمواد الخام وبنقل وتخزين المواد الخام، وورك ان بروسيس لوجيستكس ده يكون داخل المانوفاكتشرر او المصنع بتاع المانوفاكتشر. وعندنا اوت باوند لوجيستكس، وده اللي هو معني بتوزيع المنتجات الجاهزه ذا فينيش برودكتس. وقلنا انه ضربنا مثلا انه شركه صافولا اللي هو متعاقده مع شركه عاديات في انها تقوم لها بالاوت باوند لوجيستكس، وده بنسميه اوت سورسنج. يعني شركه صافولا اتعاقدت مع شركة عاديات عشان توزع لها منتجاتها، طبعا مع شركات تانية، والشركة دي بتقوم بشنو؟ بالباكجينج والشيبينج والبيمنت كولكشنز. والاوت باوند لوجيستيك هو فيري كريتيكال، يعني انت لو متعاقد مع ذا رونج يعني كونتراكتر فممكن يطلعك من السوق عادي، اذا كان مثلا ما بيلتزم بالتوريد في الوقت المطلوب او في اي مشاكل بتاع التكلفة او كواليتي فممكن يطلعك من السوق. وفي نوع رابع اسمه ريفيس لوجيستيك، وده معني بخدمة العملاء، اللي هو ده وقت يكون في منتجات اتوردت لكن فيها ديفكت، فيها مشكلة بتاعت جودة، أو مثلا فيها أو محتاج إننا نرجع عشان نصينا زي الأجهزة والمعدات اللي ما بتصنع اللي عند المانوفاكتشرز، أو ظهرت نيو تكنولوجي محتاجين نرجع للمانوفاكتشر عشان يعمل لها ريبليسمنت، فدي بيسموها اوت باوند، بيسموها ريفيس لوجيستيك. الريفيس لوجيستيك كده انه مجالات
مثلا شركات هواوي وإريكسون فديل محتاجين الديفايسز اللي دول شركات الاتصالات دي والكونكشنز اللي انت بتاخده يفترض يترسل لهم باك عشان يتخلصوا منه. فدي مهمة بتاعت ريفيرس لوجيستيك. فبيجا فيها جانب بيئي تمام. وقلنا لو رجعنا للشكل ده بتلقى انه الناس اللي بينقلوا السهم الاول ده هو انباوند لوجيستيك اللي هو ده بينقل الرو ماتيريال من البروديوسرز لانه للمانوفاكتشرر. طيب اي نقل وتخزين داخل المصنع بتاع المانوفاكتشرر ده بيسموه ورك ان بروسيس لوجيستيك. واي نقل وتخزين للفينيش برودكت انت ماشي على ونستريم بيسموه اوت باوند لوجيستيك. من ناحية تانية أي طرف هنا أي طرف في ديل يعني الأشكال البيضاوية دي السهم الداخل له ده inbound logistics السهم طالع منه ده outbound logistics وحركة وتين داخل الشكل البيضاوي ده in process work in progress logistics تمام؟ فاضل يا شباب؟ واللوجيستيك فيه عدد من الأنشطة زي قبل تشوفتوا الجانب بتاع الباكيجينج لكن دي أنشطة. اللوجيستيك فيه مجالات تانية فيه مجال مان بلان فيه مجال بتاع فلي مانجمين وفيه جانب بتاع انفنتري مانجمين اللي هو إدارة مخزون وفيه جانب بتاع ويرهاوزينج اند ستوريج اللي هو إدارة مساحات وفيه أوردر فولفيلمنت اللي هو تنفيذ الطلبات وده مين اللي هو الاوتباوند اوتباوند لوجيستيك تمام. كده نحن اخذنا يا شباب بريف عن السبلاي تشين واخذنا بريف عن اللوجيستكس. في عنده سؤال؟ واضح طيب لو سألتكم أنا الفرق الجوهري شنو ما بين ما بين اللوجيستكس يلا يا شباب طيب السبلاي تشين قلت تتوجد في ثلاثة قطاعات اللي هي شنو وشنو وشنو طبعا يا الشيخ الشيخ مشكلة الشيخ عز الدين ما هي نفسها يعني اللوجيستيك مختلف من السبلاي تشين حسب التعريف اللي عرفنا له فيكم زول صحح لنا المعلومة دي نحن قلنا يا شيخ انه يعني في بعض الشركات بتسمي اللوجيستيك بتسمي سبلاي تشين لان الصوت فات عندي الصوت ما سامعين يا شباب طيب قال لوجيستيك يا جماعه السبلاي تشين ممكن تكون جزء قائم في كل قطاع اللي هو البرايمري سيكتور وده اللي بيدينا المواد الاوليه والسكندري سيكتور وده الشركات الصناعيه والتيرشري سيكتور ده القطاع الخدمات وقلنا السبلاي تشين نتورك طبعا اللوجيستيك برضه هو نتورك لكن احنا كنا نجي نتكلم عن السبلاي تشين مانجمنت احنا تو مانج الممبرز ديال السبلاي تشين ممبرز ديال اللي هو الانديفيدوالز اورجنايزيشن وكده لكن وين وي كم تو مانج اللوجيستيك ان احنا بلان كنترول بلان اند كنترول ذا فلو ذا فلو اوف ماتيريال او ذا ماتيريال فلو مش كده؟ طيب كل اللوجيستكس في فور تايبس يعني انت ما بالضروره الحياه العمليه ما بالضروره تشتغل في كل التايبس طيب خلينا نسألكم سؤال لو النوع بتاع لوجيستكس من الأربعة هذه عنده المشتريات عنده علاقة بالـ
procurement. تمام؟ sometimes بين اصل procurement نفسه. هل ده الانبار ولا الاوتبار ولا الwork in process او progress ولا الادمس؟ شباب انتوا لازم تشاركونا عشان الكلام ما يكون one way. ما شاء الله احنا عندنا 35 مشارك، فلازم لازم لازم نتكلم. طيب الانواع دي انا اقول لوجيستكس. طيب ده في مرتبط بروكيورمنت، ده انباوند ولا اوت باوند ولا وير ان ولا ده ريفيرس لوجيستكس؟ طيب يا شباب ما لازم تشارك عشان تتحمس يعني. الناس ترجع للسلايد وحرين انه يرتبط بالبروكيورمنت والورك بروجريس مرتبط بالمانوفاكشررز و مرتبط طيب يا شباب ان شاء الله لو رجعتوا للسلايدز حتكتشفوا انه inbound logistics مرتبط بالبروكيورمنت والwork in progress والoutbound logistics مرتبط بالsales and distribution والreverse logistics مرتبط بالcustomer care او customer service. الموضوع الثاني الاهم اللي هو البروكيورمنت. سامعين يا شباب؟ شايفين الشاشة؟ ادوني في الشاشة لسه مو واضحة. ما وضحتها؟ لسه. ايوه كده واضحة. الشاشة واضحة كده واضحة. ألو صوتك واضح يا أستاذ المحمد. الصوت واضح كده؟ ايوه واضح. طيب حلو. طيب الموضوع الثالث، في غنية بتزيد الاسم الفنان الاسم
شنو حبيبي والتاني ابتسم الدنيا يا ناس تنقسم، دي الفنان منو بتاع الاغنيه دي؟ ها شباب انتوا وقت ما تردوا انا بفتكركم ما سامعني، دي الجابري مش كده؟ طيب فسيد الاسم في السبلاي تشين هاي ده الجابري، هاي سيد الاسم اغنيه جميله جدا، لا اله سيد سيد الجابري. سيد الاسم في السبلاي تشين هو البروكيورمنت، تمام؟ زي ما بيقولوا الناس يعني كثير من الشركات وقت تقول سبلاي تشين هم مين اللي بيعنوا ناس البروكيورمنت. هسه بقى سيد الرصه والمنصه، اوكي تمام. طيب بروكيورمنت ان بريف باختصار هو اوبتيننج سمثينج، تمام؟ اننا نحصل على حاجه، الحاجه دي قد تكون تانجبل اللي هو ملموسه زي السلع، وقد تكون انتانجبل زي الخدمات، تمام؟ طيب the procurement process begins by identifying a need، يعني دائما العمليه الشرائيه بتبدا بتحديد الاحتياجات، and is complete once the goods or service that meet need are delivered، بمعنى انه العمليه الشرائيه بتبدا بتحديد الاحتياجات وبتنتهي بالاستلام، استلام الحاجه اللي تم طلبها والدفع الدفع ليها، تمام؟ ده باختصار شديد. هو procurement هو strategic function، يعني هو ما حاجه الشغل انتم شايفينه day to day ده فقط بتاع المشتريات العادي ده. strategic functions فيه planning، تمام؟ فيه forecasting، عشان كده المحتاج ل high level of skills. high level of skills بمعنى انك انت لو عايز تدخل في مجال البروكيورمنت فده ده بيتطلب منك انك تعمل شهادات كثيره، ما يعني فهم عام ما بيدخلك الشغله دي، فلازم لانه هي حاجه استراتيجي فلازم يكون يعني عندك لها فهم عميق، يعني مبني على مناهج عالميه. لا التوظيف ريكروتمنت، بروكيورمنت اللي هو الشراء والامداد يا عبد الله. طيب بالتالي البروكيورمنت بتحته بتندرج انشطه كثيره جدا، تمام؟ خليك من الحاجات اللي انت ما عارفها، تحته بيرتشيسنج اللي هو الشراء، وتحته اللوجيستكس، تمام؟ وتحته ذا انفنتوري مانجمنت، وتحته سبلاي مانجمنت والدليفري والكواليتي، وتحته الكوستنج اند بادجيتنج، وانشطه اخرى كان اد فاليو تو ذا اورجنايزيشن. So purchasing and supply are functions within the procurement process. بمعنى انه كلمه procurement دي كلمه شويه كبيره، يعني حتى لو جينا نترجمها بالعربي فنحن مين اللي بنتكلم عنه؟ ما بنتكلم عن الشراء، بنتكلم في كلمه اسمها التموين، مش كده؟ فيكم زول مرت بالكلمه دي التموين، في الجيش بيسموها تشوين، فيكم زول مرت بالكلمه دي؟ فناس التموين او ناس التشوين ديل اللي هو ديل بيوفروا كل الاحتياجات وبقوموا بكل البروسيسز، بيشتروا وبينقلوا وبيخزنوا وبراجعوا الجوده، تمام؟ وبيتفاوضوا وبيتعاقدوا، والمهم ده كله كده مع بعض بسموه تموين. فالكلمة العربية المرادفة لكلمة procurement أو الترجمة الصحيحة لكلمة procurement هي تموين، تمام؟ والشراء هو جزء من التموين، وبالتالي بالإنجليزي اللي هو purchasing هو under procurement، بمعنى إنه procurement even اللوجيستيك هو بيندرج under procurement والinventory management والشراء، يعني الشراء والنقل والتخزين دي كلها بتندرج يعني under procurement، تمام؟ دي برضو باللي تيك نوت عشان ما تفتكروا انه procurement هي مجرد purchasing او مجرد شراء. طيب نحن عادة وقت نجي نشتري يا شباب
نحب نشتري أربع أنواع من المشتريات. فيكم زول سمع بالمصطلح بتاع رأسمالي أو سلع رأسمالية وسلع تشغيلية؟ طيب نحن ممكن نشتري سلع رأسمالية اللي هي دي mainly دي الحاجات الهاي فاليو اللي هو بيسموها كابيكس أو كابيتال إيكويبمنت. كابيتال إيكويبمنت اللي هو دي السلع قيمتها عالية وبتكون ديورابل زي العربات زي المباني زي خطوط الإنتاج زي كده. وفي مشتريات تشغيلية اللي هو دي المستهلكات بنستهلكها بصورة يومية. طيب سواء كان المشتريات الرأسمالية أو التشغيلية قد تكون مرتبطة بالإنتاج أو غير مرتبطة بالإنتاج، تمام؟ فعشان كده عندنا operational direct اللي هو دي مشتريات تشغيلية لكن مرتبطة بالإنتاج زي المواد الخام، وبتلقى في ناس بس متخصصين مواد خام ومدخلات إنتاج. يعني مثلا بتلقى مثلا بعض الشركات الداجين تلقى في ناس بس بيشتروا النطف اللي هو الصب، وبيشتروا العلف، وبيشتروا الباكسين، والمهم الإضافات بتاعت الإنتاج دي. فديل بيشتروا أوبكس دايركت، تمام؟ في ناس بتلقاهم متخصصين خطوط إنتاج، متخصصين يعني الحاجات اللي عندها علاقة بال، يعني مثلا لو رجعنا تاني للكيس بتاع مزارع الدواجن تلقاهم هم المتخصصين إنشاءات، بينشئوا مزارع جديدة، بيعملوا خطوط جديدة، معامل جديدة. فدين من ناحية بيشتروا كابيكس، ومن ناحية عند علاقة بالإنتاج بيسموها كابيكس دايركت زي بلان ماشينري اللي هو خطوط الإنتاج أو ماكينات المصنع. وفي أوبريشنال إندايركت، تمام؟ اللي هو حاجات تشغيلية محتاجين لها يوميا لكن ما عندها علاقة بالإنتاج. إندايركت يعني ما عندها علاقة بالإنتاج، دايركت عندها علاقة بالإنتاج. أو ممكن نقول لك أوبريشنال برودكشن ريليتد أو برودكشن ريليتد أو أوبريشنال نون برودكشن ريليتد. فالأوبريشنال إندايركت أو نون برودكشن ريليتد دي زي الاستيشنري زي الكليننج سيرفيس زي كثير من الخدمات اللي حابين نحتاج لها عشان نحسن بيئة العمل. وفي الكابيتال إندايركت أو الكابيتال نون برودكشن ريليتد اللي هو دي المشتريات الرأسمالية لكن ما عندها علاقة بالإنتاج، فدي مثلا زي عربات الإسطاف زي المباني وكده. طيب فكل نوع من الأنواع دي عنده تخصصيته وعنده يعني زي ما بيقولوا متطلباته وكده. فسمتايمز بتلقى عندنا زول بس متخصص في واحدة من دي، يعني زول بس متخصص اوبريشنال دايركت او اوبكس دايركت. وفي زول اوبكس اللي هو اختصار لاوبريشنال اكسبندشر، كابكس اختصار لكابيتال اكسبندشر. فقد تلقى زول بيشتري الحاجات دي كلها بيسموه جنراليست وعمومي، وقد تلقى زول متخصص في واحده من الحاجات دي بيسموه سبيشاليست يكون متخصص، تمام؟ طيب لو سالتكم سؤال ايهما اكثر تعقيدا، يعني انك تشتغل في الدايركت procurement ولا في ال indirect procurement؟ تفتكروا الأكثر تعقيدا منه the direct؟ طيب عبد الله جمال قال the direct اللي هو الشراء للإنتاج أكثر تعقيدا من الشراء لغير الإنتاج. فيكم زول عنده رأي ثاني؟ الدايركت لأنه مرتب، أنا حابب أتكلم من ناحية التعقيد، يعني البروسيس بتاعته كتيرة ومحتاج شغل كتير وكده. طيب طيب أنا من الآخر مع الزول اللي قال إندايركت. الإندايركت اللي هو إكرام، الإندايركت أكثر تعقيدا، تمام، من الدايركت. الدايركت مثلا بتلقى مثلا نقول شركة زي مثلا شركة شغالة زيوت عندها كم مادة خام بتشتريها، بيكون 3 4 مواد بالكثير 5 مواد خام بتشتريها، بيكون في كل مادة عندها فيها عقود طويلة الأجل. بالتالي الزول بتاع البروكيورمنت اللي بيشتغل في الدايركت بيكون بس كل مرة بليسنج أوردر، فالشغل بيكون فيري سيمبل. لكن الناس اللي بيشتروا الإندايركت كتيرة جدا جدا كتيرة جدا. يعني لو الدايركت ماتيريال أو الدايركت يعني اسمه شنو
لو المشتريات الدارج عندك فيها 5 to 10 سبلايرز، الاندارج بيكون عندك فيها 400 500 سبلاير، تمام؟ فالاندارج مور كومبليكيتد يا شباب من الدارج. ليه؟ لانك انت كل مره بتعمل عمليه شرائيه جديده، وكل مره يعني ما نفس ال، رغم انها هي لو فاليو لكن بتكون كثيره جدا والدايفرسيتي بتاعتها كثيره. فنسيبة قالت حتى من وجهة نظر محاسبية الاندايركت بتكون أكثر تعقيدا لأنه كثيرة كثيرة شديد ومعقدة، تمام؟ حلو. فأنت قد تلقى نفسك هتشتغل في واحدة من ديل أو تشتغل فيهم كلهم لو كان الشركة صغيرة، يعني كل ما أقل حجم الشركة أنت هتشتغل في الأربع أنواع دي، وكل ما الشركة توسعت هتشتغل في واحدة من الأنواع دي، وأحيانا داخل الداخل دي أنت ممكن تشتغل في شركة في تخصص معين. يعني مثلا داخل الدارك انت ممكن تشتغل مثلا في الكيميكالز، مثلا تشتري المواد الكيميائيه او تشتري السبير بارز او تشتري كده، فده بيسموه كاتيجوري مانجر، تمام؟ فانت قد تلقى وظيفه بتاعت مشتريات اسمها كاتيجوري مانجر، فهو الكاتيجوري مانجر ده هو باير لكن بيشتري نوع معين من من المواد، تمام؟ واضح يا شباب؟ ممتاز. طيب فده تصنيف، التصنيف اللي قبل شويه ده تصنيف لمشترياتنا اللي هو بالمصفوفه دي. احنا مصفوفات كثيره جميله، ودي ثاني مصفوفه جميله برضه بنقس مشترياتنا من حيث القيمه ومن حيث المخاطر المرتبطه بتوفيرها، من حيث القيمه اللي هو بروفيت امباكت ومن حيث المخاطر المرتبطه بتوفيرها. يعني مشترياتنا كل اربع انواع، ده زول اسمه كرالجي فقام قال يعني اذا مشتريات لو فاليو قيمتها بسيطه وفي نفس الوقت ما في مشكله في توفيرها، دي بيسموها الروتين او نون كريتيكال ايتمز. وعلى النقيض لو مشتريات قيمتها كبيره في السنه ومخاطرها في مش في مشاكل كثيره في توفيرها، دي بيسموها استراتيجيك ايتمز. ولو مشتريات يعني قيمتها عاليه جدا لكن مخاطرها بسيطه، فدي بيسموها ليفرج ايتمز. ولو المخاطر كثيره والقيمه بسيطه بيسموها بوتل نيك ايتمز. يعني مثلا انا اخر شركه كنت فيها سبلاي تشين دايركتور اللي هو شركه تعدين، فبالنسبه لي مثلا النون كريتيكال ايتمز زي الادوات المكتبيه مواد النظافه وكده فهي روتينيه لو فاليو لو ريسك. بالنسبه لي الاستراتيجيك دي الكيميكالز انا بجيبها في بستخدمها في يعني في تصفيه الذهب او في صناعه الذهب، وبتجي من دول بعيده وفيها كومبليكيشنز كثيره جدا زي السيانايد، فده بنسميه استراتيجيك ايتمز. وفي اصناف مثلا هي متوفره وستاندرد وفي موردين كتار بيوفروها، يعني ما فيها ريسك لكن مخاطرها عاليه. عندنا في صناعه الذهب زي الاسمنتي، الاسمنتي بنشتريه من السوق المحلي فالموردين كتار وما في مشكله في توفيره. واما عندنا قطع الغيار المرتبطه بصيانه المصنع او صيانه المصانع، لانه بنجيبها من سبلاير واحد مثلا من الصين او من كوريا وقيمتها ما كبيره، فدي بنسميها بوتل نيك. يعني في مشكله في توفيرها، لكن انت كمشتري لازم تعرف انت بتشتري اي صنف، هل الصنف اللي انت بتشتريه ده نون كريتيكال ولا بوتل نيك ولا ليفرج ولا استراتيجيك، لانه كل واحد من ديل عنده الطريقه اللي بيشتروها بيه وعنده استراتيجيته اللي بيشتروها به، تمام؟ كرالجيك ده من النماذج المهمة جدا. طيب في سؤال اللي هو يا دكتور الاندايرك ممكن تكون بعقود طويلة الأجل؟ يس ممكن، ممكن هي بس كثيرة. يعني مثلا أنا ممكن يكون عندي عقود في الخدمات زي خدمات النظافة، خدمات الصيانة كده، ممكن يكون عندي عقد بتاع تبريد ادوات مكتبيه طويل الاجل كده. طيب شنو اكثر انواع المخاطر على المستوى التشغيلي لاداره التوريد؟ المخاطر دائما يا سموال اما مرتبطه بتوفير الصنف ذاته، انه الصنف ده ما يعني ما دائما بتلاقي، او ممكن تكون مرتبطه باللوجيستكس اللي هو بياخد فتره الليد تايم بتاعه طويل، او ممكن مثلا مرتبطه بالجوده اللي هو ما دائما انا بلقى الكواليتي، يعني فيها مشاكل بتاع الجوده،
او ممكن مرتبط بالسعر، يعني مثلا نحن في وضع بتاع انه السعر الصرف ما مستقر، في فاينانشال ريسك، يعني كل مره بتلقى انه الميزانيه بتاعتك محتاج تزيدها او محتاج يعني تاخد عليها احتياط. تمام. فاي دائما حقك نقول مخاطر يا سمول، اي شيء ممكن يعني يصعب لك عمليه التوريد ده تعتبر مخاطر، تعتبر ريسك. اذا في سبلاير ما متاكد من جودته ده بالنسبه لك مخاطر. تمام. اذا في مورد انت مثلا يعني ما متاكد من التزامه، يلتزم ولا ما يلتزم، ده بالنسبه لك مخاطر. اذا السعر ما مستقر ممكن في اي لحظه يقفز، ده بالنسبه لك مخاطر. تمام. لو الإجابة ما واضحة تقولوا لي عشان أوضحها زيادة. طيب كيف تستفيد الشركات الصغيرة بعد ما عندها قسم سلاسل إمداد أو مقدرة التعاقد مع توفر القيمة؟ كيف تستفيد من الاقتصاد التشاركي في حل المشكلة؟ بمعنى هل في شركات بتستخدم الاقتصاد التشاركي في حل المشكلة؟ طيب الجيلاني، الاقتصاد التشاركي اللي نتكلم عنه، احنا عندنا في المشتريات مصطلح اسمه جروب باي، مش حاجه اسمها دائرة صناعية. فده الشيء يعني جروب باي، جروب باي ده هو شركات مع بعض طلباتهم مع بعض وبيجيبوها من جهة واحدة أو من بيحصل على أسعار كويسة، بيقدروا يوفروا في اللوجيستيك. عندنا أصحاب الصناعات، في حاجة اسمها أصحاب الصناعات اللي هو بيجيب سكر، اللي هو المصانع بتاعت الحلويات والجماعة دي بيجيبوا السكر من البرازيل. معلش بس المحي. طب دقيقة نشوف. طب أحد منك شنو؟ البرازيل كان طيب في عندك اصحاب الصناعات بيجيبوا اللي هو الكلام اللي انت سميته اقتصاد تشاركي، نحن بنسميه جروب باي، فبيشتروا مع بعض سكر من البرازيل، بيجيبوه بسفينه واحده وبيجي يوزعوه عليهم، فبيكونوا قللوا التكاليف على بعض وقللوا السعر. واضح يا شباب؟ كده واضح والشاشة واضحة والصوت واضح؟ ايوه واضح. طيب ممتاز. زي ما شفنا في اللوجيبان ارتس المشتريات او الفايف ارتس، فنحن كوميتد انه ذا رايت برودكت ذا كواليتي تايم رايت كوانتيتي. فاي عمليه بعدين حابين ننفذها من انه الجماعه الخامسه يعني كما هي مطلوبه في الزمن المطلوب للطلوب اقل سعر ممكن بالكميه المطلوبه. طيب. طيب يا شباب معلش تاني، سامعني وشايفين الشاشة؟ أيوة واضح. تمام. طيب من الجوانب المهمة جدا بالنسبة لنا في السبلاي تشين بصورة عامة
في البروكيورمنت بصفه خاصه اللي هم ستيك هولدرز. ستيك هولدرز اللي هم اصحاب المصلحه. فاي جهه عندها مصلحه في السبلاي تشين او في البروكيورمنت بسموها ستيك هولدرز، اللي هو ديل المستفيدين. فالادارات اللي حابين نشتري لها ديل ستيك هولدرز، ناس الفاينانس اللي بيدفعوا لنا فواتيرنا، ديل ستيك هولدرز، الاوديترز، المانجرز، ديل داخلين السبلاي، الموردين اللي نشتري منهم، المواني، الجمارك، ديل كلهم بسموهم ايضا ستيك هولدرز. فنحن محتاجين يعني واحده من الجوانب المهمه جدا بالنسبه لنا في السبلاي تشين وخاصه البروكيورمنت انه هاو تو مانج ذا ستيك هولدرز. Before managing stakeholders, we need to map the stakeholders based in their on their power and interest. بمعنى إنه في stakeholders بتلقى إنه المصلحاتهم في procurement ضعيفة low، وفي نفس الوقت ما بيقدروا يمارسوا power على ناس procurement، فديل بنبذل معاهم minimum effort. وفي stakeholders مثلاً يعني مثلاً زي ناس ال ممكن يكون مثلا زي الناس السكيورتي مثلا في الشركه او ناس الاتش ار، المهم الادارات الثانيه اللي ما بتشتري مباشره، ما بتتعامل مباشره في الشراء مع ناس البروكيورمنت، وفي نفس الوقت ما عندهم عليهم انفلونس، فديل يعني بنبذل معاهم مينيمم فوت. في سبلاي في في ستيك هولدرز بتلقى مصلحتهم معانا كبيره جدا جدا، وفي نفس الوقت بيقدروا يمارسوا علينا باور. فمثلا زي الكلوز او اللاين مانجرز اللي هو المدراء، فديل بسموهم كي بلايرز ومحتاجين تو مانج زيم كلوزلي. عندنا ستيك هولدرز زي الزملاء اللي بيطلبوا او الزملاء اللي عندهم يعني بيرفعوا لنا ريكويزيشنز او بيرفعوا لنا ريكويست، فديل الانترست بتاعتهم معانا قويه لكن ما بيقدروا يمارسوا علينا باور، فديل وي كيب ذيم انفورم، دائما بنوريهم حالات الطلب بتاعهم. ايضا الضرائب، يس الضرائب من ضمن الستيك هولدرز. الانفلونس الباور بتاعتنا عالي جدا والانترست ممكن تكون لو. عندك زي سي او والادارات المدراء الكبار شديد ديل يعني الباور بتاعتهم عاليه وما انترست شديد في شغلنا بتاع البروكيورمنت او ما انترست في انه يفهم تفاصيله، فديل وي نيد تو كيب ذيم ساتيسفايد. However انت المصفوفه دي قد ما تتذكر الان، لكن اعرف انه واحده من مهامنا الاساسيه اللي هو ستيك هولدرز مانجمنت، هاو تو مانج ذا ستيك هولدرز. تمام. طيب الشكل ده بيوضح البروكيورمنت سايكل. ان احنا اكوردنج تو سيبس عندنا 13 خطوه في البروكيورمنت سايكل. انا ما حاقول لك ال 13 خطوه، حاقول لك اهم خطوات منها لكن الباقي فور يور ريفرنس. فاحنا بدءا محتاجين تو ايدنتيفاي ذا نيدز، تمام، اللي هو نتعرف على احتياجات العملاء. Then we need to source. To source اللي هو we need to look for suppliers، اللي هو محتاجين نبحث عن الموردين. بعد كده محتاجين to prepare and send the request for quotation او the invitation to bid، اللي هو محتاجين نجهز ونرسل المستندات اللي عندها علاقه بطلب عروض الاسعار او بطلب التقديم ل العطاءات او للمناقصه. بعد كده وي ريسيف الريسبونسز اللي هو الاوفرز او العطاءات اللي بدونا لها، بنعمل لها وبنعمل اوورد اللي هو بنرسي او بنتعاقد مع الجهه اللي ادتنا افضل اوفر. بعد كده بيحصل معاها فولو اب الى ان يتم التوريد او يتم تنفيذ العمل. بعد كده بيحصل البيمنت. بعدين ممكن تكون 7 أو 8 خطوات، لكن ال 13 خطوه الباقيه for your reference. تمام. Again يعني procurement cycle بصورة مبسطة انه انا احدد او استلم الريكوزيشن واكون حددت الحوجة واكون حست عن موردين واكون جهزت المستندات ورسلت للموردين الدعوة واكون استلمت العروض وغيمتها واكون رسيت مع المورد الفائز واديته العقد او اديته امر الشراء اللي هو purchase order وعملت معاه فولو اب لحد ما تم التوريد وبعد كده دفعت له. دي الخطوات الاساسيه، لكن الخطوات ال 13 دي فيري كومبريهنسيف والزمن ما بيسعف اننا نتناولها معاكم بالتفصيل، وبالتالي انكم تمروا عليها. طيب الخطوات دي فيها جزء منها تحصل له اتمته.
إدارة المنشأة وعلاقتها بالنظام الجودة الشاملة. طبعا من مفهوم الجودة الشاملة شاملة يعني شاملة في أي حاجة. أنا يعني مثلا حاولت تجونا أنا كنت شغال في شركات عندها يعني ماخذ الأيزو. فالأيزو بيعمل أوديت لكل الجوانب يعني من ضمن البروكيورمنت. وكان أكثر حتة يعني ناس الأيزو بيقفوا معانا فيها أكثر جانب بيقفوا معانا فيه ناس الأيزو اللي هو جانب بتاع الموردين. بيعتبر ناس الأيزو بيعتبروا الموردين ديل يعني مصدر بتاع مخاطر. فدائما بيسألونا إنه بيختاروا عينة من الموردين وبيورونا دينا اخترناه كيف اللي هو based on which criteria. وبعد ذلك بعد ما تعاقدنا معاه والكونتراك انتهى يعني لازم يضمن إنه احنا عملنا evaluation للأداء بتاعه اللي هو performance evaluation عشان نحدد اتجاهاتنا المستقبلية مع المورد إنه تاني حنتعامل معه ولا ما حنتعامل معه. فده من ناحية بتاعت كلمة جودة أو الجودة الشاملة كفلسفة لأنها بتشمل كل الأفراد كل البروسيسز كل الديبارتمنتس. لكن من ناحية عامة بتاعت كواليتي الكواليتي بشقين اللي هو الكواليتي أشورنس والكواليتي كنترول. ده عنده علاقة مباشرة بالمشتريات. كواليتي كنترول طبعا مشترياتنا كلها لازم تخضع للفحص قبل الاستلام سواء كان خدمات سواء كانت توريدات بتاع السلع. من ناحية بتاعت quality assurance لازم نضمن انه المورد اللي احنا نتعامل معاه عنده كل المقومات اللي بتمكنه انه يدينا الجودة المطلوبة. فيتمنى انه يا سموال تكون اجبنا على سؤالك. طيب انا ما اعرف الشكل السابق يعني شنو اللي هي ال السؤال ده فضفاض يا عبد الله. ما هي افضل شركات التبريد؟ السؤال ده فضفاض شديد. ما يعني ما قادر احصره او ما قادر افهمه يعني. مثلا ممكن تقول لي هذا الري افضل شركه في مجال كذا. اوكي الاجابه على السؤال واضح لكن افضل شركات التبريد ما اعرف احتمال يكون ما فهمت السؤال. طيب ما احنا يا شاب قلنا يا جيلاني قلنا البروكيورمنت سايكل دي الدوره بتاعه الشراء من استلام الطلب او تحديد الاحتياجات لحد حاجه اسمها اسيت مانجمنت. لكن انا خليت لك فور يور ريفرنس واخترت لك من هذه السبع خطوات اللي هو الخطوه الاولى تحديد الاحتياجات، الخطوه الثانيه اللي هو البحث عن الموردين، الخطوه الثالثه اعداد المستندات بتاعه الدعوه بترسل الموردين عشان ندوق عروض الاسعار بتاعتهم، الخطوه تقييم العروض، الخطوه الخامسه اللي هي الترسيه التعاقد او اصدار امر الشراء للمورد الفائز، والخطوه السادسه اللي هو استلام السلع والخدمات، والخطوه السابعه الدفع. انا اخترت لك منهم ديل بس للتبسيط وبقيت الخطوات فور يور ريفرنس. تمام طيب خلينا نأجل السؤال شوية يا عبد الله. طيب الخطوات دي ذاتها في بعضها ممكن يتأتمت. تمام الجزء ممكن يتأتمت ده بنسميه اللي هو E مثلا. يعني ممكن يكون عندنا E procurement يعني أي خطوة من الخطوات دي ممكن نأتمتها ده بيسمى E procurement أو E sourcing. تمام في البحث عن الموردين مثلا ممكن يكون عبر منصات يعني متخصصة في النت مثلا دار موردين بتاع الكهرباء في منصات متخصصة، دار موردين بتاع مواد بناء مثلا في منصات متخصصة. فتنو أو تسير شباوة الموردين نفسه أو مثلا داير أعرف المواصفات العالمية الستاندر مثلا بتاعت الأيزو لنوع معين مثلا من السلع. المهم ده كله أنا ممكن أبحث في النت وبالتالي شنو ده جانب الكتروني اللي هو الجانب بتاع النولج والجانب بتاع المواصفات.
طيب في جانب تاني بتاع اننا ارسل العروض للموردين، ارسل طلبات العروض للموردين اللي هو RFQ اللي هو اختصار ل request for quotation او tender اللي هو العطاءات. فدي في انظمه كثير انا ممكن المورد ذات يكون مشبك معي في نفس السيستم، وبالتالي الطلبات دي تجي اوتوماتيكلي، او ايفن ارسلها لهم بالايميل، فبيسموه اي سورسنج او دي جانب بتاع اي سورسنج. ممكن ايضا نتفاوض ونقيم العروض مثلا عبر الصوره الالكترونيه، ممكن نتعاقد والتوقيع ذاته على العقد اللي هو ظهرت حاجه اسمها ديجيتال سيجنتشر، فايضا دي ممكن تكون يعني جزء يعني خاص بالاي بروكيورمنت. بعد كده ارسال العروض او طلبات العروض يعني العروض اللي بتجي من الريكويسترز اللي هو ناس الطالبين، والعروض دي يحصل لها اوثرايزيشن، يحصل لها ابروفل، بعد كده تجي ناس المشتريات، فدي ايضا ممكن دي تسمى اي ريكويزيشننج. كون احنا نرسل اوردر للسبلايرز او البيرتشيز اوردر، ممكن نرسله للسبلاير بالسيستم او اوتوماتيك يعني بصوره الكترونيه، ايضا دي حاجه ممكنه. الاستلام ذاته يعني بعد ما تم الاستلام، كونه الزول اللي استلم او امين المستودع يدخل السيستم ويعمل استلام، دي ممكن تكون ايضا سيستماتيكالي. الان الدفع ايضا بقى سيستماتيكالي، التوريد بيتم في البنوك مباشره في الحساب البنكي. حتى الان الناس بدوا يستخدموا بنكك وفوري والحياه دي كلها، فدي كلها مع بعض يعني اي خطوه من الخطوات بتاعت البروكيورمنت بروسيس قدرنا نعملها الكترونيا فبتدخل في الاي بروكيورمنت. تمام؟ طيب جاوبونا على سؤال سمر، هل الصوت قطع ولا الشبكه من سمر كعب؟ واضح. الصوت واضح. تمام. طيب بالتالي الالكترونيك بروكيورمنت او اي بروكيورمنت ده مصطلح اللي هو ده الكترونيك سيستم اللي كان بي يوز ات ديفرنت ستيجز اوف ذا سورسنج بروسيس، بمعنى انه العمليه الشرائيه اللي شفناها 13 خطوه اللي قبل شويه دي، اي خطوه ممكن نعملها الكترونيا دي بتندرج اندر اي بروكيورمنت او اي بروسيسنج. فكلمة E أو حرف E اللي هو the start of a team just means the process is carried out electronically. وممكن يكون requisitioning اللي هو إرسال طلب الشراء ممكن يكون electronically. في شركات بتدي كتالوجات زي مثلا في الإمارات زي .com زي أمازون، ديل بيسموهم e-catalogs. ممكن أعمل الطلب مباشرة يعني online وده اسمه e-ordering. أو ممكن أبحث عن الموردين online وده بيسميه e-sourcing. والان ظهرت نظم او تقنيات بتاع الدفع الالكتروني، فدي بيسموها اي بيمنت تكنولوجيز. فبالتالي اندر اي بروكيورمنت بتندرج اي ريكويزيشننج، اي كاتالوج، اي اوردرنج، اي سورسنج، اي بيمنت، وكل واحده من ديل فرع الناس ممكن تدرس. طيب في ذات السياق نحن يا شباب ما بنتعامل مع كل مورد ادانا عرض خلاص كده نحن مغمدين، فاي مورد احنا نتعامل معاه لازم نقيمه من ناحيه فاينانشيري، هل هو كيبابل وهل هو مستقر ماليا بنقدر نشتغل معاه، ولا ضعيف ماليا وحنفقده في اي لحظه ممكن يطلع من السوق. تمام؟ هل مثلا السبلاير ده مؤهل لانه يكون عنده معاه لونج تيرم ريليشن شيب؟ هل عنده توتال كواليتي بيرفورمانس؟ عنده فلسفه معينه متبنيه في الجوده بحيث انه يقدر يديني الجوده المطلوبه؟ اذا الصنف اللي انا داير اشتريه ده، يعني مثلا انا اشتغلت في الامارات فكل الروتين ايتمز بنشتريها اي كوميرس، او بنشتريها من زوم، او بنشتريها من نون، او بنشتريها الكترونيكالي. فبالتالي اي سبلاير ما بيتعامل بصوره الكترونيكالي فبيصبح يعني هي ماي سبلاير. تمام؟ فإذا في أصناف معينة زي الروتين آيتمز أنا واضح أنه لازم يشتريه إلكترونيكالي عشان ما يكون في إنتراكشن كثير ما بينه وما بين السبلاير، فبالتالي بتصبح دي واحدة من المعايير على ضوء أنا بقيم الموردين. أيضاً أنا بقيم الموردين في ضوء أسعارهم، في ضوء الجودة اللي بيقدموها لي، في ضوء التزامهم بالتسليم أو بالديليفري. يعني sometimes لو المورد ما عنده ديليفري أنا ما بتعامل معه. زي انت مثلا مطعم ما عنده ديليفري ما بتعامل معه، مشكله.
اذا انت في البيت مثلا. فدي جوانب عامه اللي هو جوانب فاينانشال، جوانب متعلقه بالاسعار، جوانب متعلقه بالاي كوميرس، جوانب متعلقه بالجوده، بمعنى انه الفايف ارس الجبال انا لازم اضمن انه المورد اللي انا بتعامل معاه بيقدر يديني الفايف ارس اللي هو بيديني ذا رايت كواليتي، ذا رايت بليس، رايت كوانتيتي، رايت تايم. هاو كان ايفالويتد سبلاير فاينانشال؟ سؤال ده كبير. هو ممكن كيف انا ممكن اقيم الموردين ماليا؟ في وسائل كثيره ابسطها. في ناس بيطلبوا شهاده مقدره ماليه من البنك، وبيطلبوا مثلا كشف حساب من البنك، وفي ناس مثلا بيطلبوا الغوائم الماليه، غائمه معانا محاسبين هنا، غائمه المركز المالي وغائمه الارباح والخسائر مثلا لعدد من السنوات لثلاثه او لخمسه سنوات، بيعملوا حاجه اسمها ترين اناليسيس او ريشيو اناليسيس، وبيشوفوا الى اي مدى السبلاير ده كيبابل. من الحاجات من الريشيوز المهمه جدا في تقييم الموردين ماليا حاجه اسمها جيرنج ريشيو، اللي هو بتشوف نسبه راس المال الممول بقروض ونسبه راس المال الممول بالشير هولدرز مباشره. تمام. سؤال في الصميم، في موردين سمعه سابقاهم؟ ايوه. ايضا سمعه المورد بالذات لو كانت سيئه، نحن ممكن نرفض المورد عشان سمعته سيئه، وممكن نتعامل مع المورد عشان سمعته كويسه. فسمعه المورد سواء كانت كويسه او كعبه بتدخل كجزء من التقييم. تمام. كيف العلاقة بتكون بين محاسب التكاليف وإدارة الإمدادات؟ من فيهم بيحدد مصدر شراء المواد الخام؟ طبعاً بيحدد المصدر هو بتاع الإمدادات أو هو بتاع المشتريات لأنه سيبها. تمام؟ المحاسب ده عليه بس to process the payment يعني، ويحسب يعني ممكن يتعاون مع المشتري أو مع موظف المشتريات انهم يحاولوا يكلفوا المنتج كله، لانه في تكاليف ما مرتبطه بالشراء. يعني مثلا في تكاليف مرتبطه بالترحيل، بالتركيب، بالتخزين، في تفاصيل كثيره جدا، حتى يعني ممكن تكون في تكاليف مرتبطه بالانتاج. فبتاع التكاليف ده اللي هو بياخذ كل التكاليف اللي بتدخل في المنتج بما فيها الاوفر هيدز، يعني سواء كان التكاليف المباشره او التكاليف الغير مباشره، دي كلها حاول يحصرها. ولكن تحديد انه نشتغل وين ده ديفينيتلي شغل ناس المشتريات. واضح يا نسيبه؟ طيب اذا بتاع التكاليف عايز يخفض التكلفه وطلب يغيره، ما من حقه طبعا. ما من حقه، لكن لو عنده كونسيرن واضح. تمام. لو عنده كونسيرن واضح انه والله يا اخي يعني هي مقارنه مثلا بمشتريات سابقه او مقارنه بالسوق، انه والله السعر ده عالي، اوكي الكونسيرن ده يدرس ويتشاف. لكن كونه بتاع التكاليف يقيف بتاع المشتريات في حلقه، انه كل ما بتاع المشتريات جاب عروض دي بتاع التكاليف يقول لي لا دي عاليه وقليله، لا الكلام ما صح. تمام. اذا في كونسين كبير يعني مثلا بتاع التكاليف انه شايف انه والله يا اخي التكلفه دي ما معقوله، حاجه واضحه يعني، دي بتكون كيس باي كيس، وعنده اسباب قويه وعنده دفوعات قويه، او ايفن حاسس انه والله بتاع المشتريات ده كوربتد يعني في كيس معين، اوكي ما في مشكله كان ريز الكونسيرن ده. لكن بتاع التكاليف زي ما قلت لك ما بكون واقف لاس مشتريات في حالهم، انه كل ما يجيبوا عروض يقول لهم لا دي رجعوها او دي. طيب يا دكتور، الموظفين شغالين في درس الاستلامات قروا كليه في الجامعه اداره واقتصاد ولا محاسبه؟ ما بضر اقرا اي حاجه ان شاء الله، ادب انجليزي. البروكيورمنت ده هو او السبلاي تشين ده شغل بتاع براكتس. تمام. يعني هو فوكيشنال اللي انت يعني بتدرس يعني حاجه مهنيه،
بتمارسه وبتاخد فيه كورسات متقدمه. انا زول بتاع بيزنس علمني البروكيورمنت والسبلاي تشين دول خريج اداب لا مش اداب خريج تربيه انجليزي تمام، وبعرف واحد من انجح الناس في السبلاي تشين في السودان خريجين اداب، فما بالضروره يعني صح بتاع البيزنس وبتاع الحسابات بيكون عنده فهم يعني كويس في الارقام وكده في السوق، لكن ما بالضروره. الناس عندنا ناس كتار مهندسين خريجين كهرباء خريجين ميكانيكا ناجحين جدا في السبلاي تشين. طيب طيب واحده من الحاجات المهمه جدا الشباب في المشتريات اللي هو شنو ايثكس، الجوانب الخاصه بالاخلاق. في ايثكس خاصه بالموظفين بتاع المشتريات، وفي ايثكس خاصه بالموردين اللي احنا بنتعامل معاهم. يعني الموردين احنا بنتعامل معاهم ما يكون عندهم هيومن سليفري، ما يكون عندهم يعني وركينج كونديشنز باد وركينج كونديشنز، ما يكون عندهم ترافيكين. ترافيكين دي اللي هو تجاره بشر بتحصل. كيف بتحصل؟ مثلا يعني بيكتشفوا حاجه في بريطانيا انه مثلا في افارقه هربوهم لبريطانيا او حتى من اوروبا الشرقيه، بيكونوا هربوهم يعني في شبكات هربتهم لبريطانيا مقابل انهم يشتغلوا ليها في بريطانيا ويسددوا بعدين، وبكونوا شغالين لفتره طويله جدا بيسددوا في ديون وهميه. فدي بيسموها ترافيكن او هيومن ترافيكن. الرشاوه برضو دفع الرشاوي او تلقي الرشاوي ده ايضا هيومن ده ايضا حاجه يعني ان ايثيكال. كوريجن اللي هو الاكراه. فدي دي كلها جوانب خاصه بالموردين. لكن من الجوانب الخاصه عندنا نحن حاجه اسمها كونفليكت اوف انترست. كونفليكت اوف انترست دي في رساله هسه بيقول انه المحسوبيه والوساطه بتلعب دور في اختيار الموردين. الكونفليكت اوف انترست اللي هو بيسموها تضارب المصالح. فنحن بيقول لك انت في المشتريات، دي حاجه مهمه شديده الشباب، اذا انت شغال في المشتريات وجات عروض من مورد انت عندك به صله رحم، صله قرابه او صله عمل او صديق صداقه يعني مقربه شديد، فده اسمه كونفليكت اوف انترست. فانت بتقوم تعمل ديكلاريشن اللي هو بتقوم تفصح لمديرك او للرئيس اللجنه اللي انت معاه وبتقول له يا اخي بتوريه العلاقه ما بينك وما بين الجهه دي. بعد كده هو حر لو قال لك تستمر في التغييم او اوكي، لو قال لك لا قاموا استبدلوك بشخص ثاني يواصل شغلك او يحل محلك في الشغل ده بس اللي هو في التغييم ده. فدي بيسموها conflict of interest، بيحلوها بديكلاريشن اللي هو بالاعلان الافصاح عن حاله التضارب. ما بينفع انه يجيك عرض من صديقك او من جهه انت شغال معاها قبل كده وتقوم تكتم على الموضوع ده، حتى لو انت ما بتديهم حق ما حقهم برضه محتاج تضح. واحده من الجوانب المتعلقه بالبروكيورمنت او بالسبلاي تشين بصوره عامه اللي هو عندنا بوليسيز وبروسيجرز. يعني انت لو مشيت تشتغل مشتريات مثلا في اي شركه او اي منظمه محترمه بيدوك مانيوال. المانيوال ده فيه الاجراءات اللي هو بتوريك انك تشتري كيف والبروسيسز بتتم كيف وكل التفاصيل دي كيف. طيب سؤال خارج السياق، ليه المنظمات لما تجي تقدم على الشغل عندها يسألوا عن وجود قرابة ليك شغالين داخل المنظمة؟ اللي هو نفس الفكرة بتاعت الكونفليكت اوف انترست. عشان مثلا قول انت عندك صلة قرابة مع زول داخل المنظمة، الزول لما يجي في المعاينة بتاعتك بس ما اكتر من كده، يعني ما عشان يشتغل. تمام. في امريكا لو جيت مثلا قدمت لوظيفه بيوروك البانل الناس اللي حيعمل لك الانترفيو وبيقول لك لو في زول من ديل عندك بيوصل القرابه وعندك معاهم مش ورينا عشان يتم استبعاده من البانل. طيب افضل المعاهد في السودان اللي بتدرس كورس على السبلاي تشين. طبعا بدون فخر مركز اوت سورس، يعني مركز اوت سورس هو اساسا مخصص سبلاي تشين تمام، وعنده شهادات محليه وشهادات عالميه، يعني
95% our source of supply chain. طيب التطالب استبعاده اليوم ما عندك معه مشكلة. دي في القضاء، عندنا حتى في القضاء يا عبد الله، إذا أنت ما موافق على القاضي اللي بيحكم لك في قضيتك ممكن ينقلك لقاضي تاني، بس عشان يضمنوا إنه الشغلة فير يعني، تمام؟ فجانب البوليسي، البروسيجرز طبعا بتجي من البوليسي، والبوليسي هي دائما بيكون الكنترول قبل أي استراتيجية نحن بنضعها، تمام؟ في خش النت في معهد تبع الأمم المتحدة أو وكالة علوم اسمها يونوبس، إنه procurement manual ظريف جدا، ممكن لو شفته تعرف يعني procurement manual تفاصيله شو، تمام؟ لكن procurement policies and manual بتنظم شنو؟ بتنظم المنافسة، بتبرز الجوانب الأخلاقية زي conflict of interest، بتحط KPIs الكي performance indicators، بتوري مستوى الجودة المطلوب أو في حالة إنه يكون في defect التعامل حيكون كيف، بتوري التقييم بتاع الموردين supplier appraisal والتقييم اللي هو supplier appraisal والsupplier evaluation هم حاجة واحدة، لكن supplier appraisal بيكون في بداية اختيار المورد والsupplier evaluation بيكون في نهاية العقد، وفي جوانب بتاع sustainability اللي هو متعلقة بالبيئة واستمرارية المورد في سوق العمل، تمام؟ طيب اخيرا نجي لكيس ستادي. الكيس ستادي هو بيوريك يعني شنو سبلاي تشين، وهم ناس واربيرتونز ديل يعني هم شركه بتاعت سلسله مخابز في بريطانيا من 1976، وعندهم يعني عندهم عدد كبير جدا من المخابز. الناس ديل بيهتموا يعني عندهم 12 مصنع بتاع خبز في الحقيقه، وعندهم 4500 موظف، عندهم 14 ديبو مستودعات ضخمة جدا بوزعوا لبريطانيا كلها. طيب الناس ديل يعني مركزين على السبلاي تشين كلها، تير 1 تير 2 تير 3. فقال لك the first اللي هو بالنسبة لصناعة الخبز دي، the first sector of industry is the primary sector. تمام، this is concerned with natural resources and the extraction of raw materials زي ما شفنا قبل. For Warburtons this means working with farmers who grow the grain that is required to make its bread and bakery products. بمعنى ان الناس واربرتون دين ما يعني بيشتغلوا حتى مع المزارعين اللي هو بيشتغلوا مع البرايمري سيكتر عشان يدوهم افضل الدقيق او افضل القمح. و أنا الشيء اللي عرفته أنت لو الكيس ده موجود في النت بتلقى إنهم دين متفقين مع المزارع إنهم ينتجوا لهم نوع معين من القمح، ده بس خاص بواربرتون اللي هو بيديهم أفضل أنواع الخبز، وبتلقاهم بيشتغلوا مع السكندري سيكتر اللي هو الميلرز المطاحن بتاعت الدقيق. Who turn the grain into flour belong to this sector as do the activities of the Warburtons organization as it's used science and technology to create the products. بدعموا يعني زي ما بدعموا المزارعين بدعموا المطاحن بتكنولوجيز عشان تقدم أفضل أنواع الدقيق، وبدعموا المزارعين عشان يقدم أفضل أنواع القمح، وبعد كده بيجي بيدعموا السوبر ماركت والريتيلر اللي هو ده سير سيكتر اللي هو ده التيرشري سيكتر. فديل اللي هو السير سيكتر ديل بالنسبه لناس واربرتون اللي هو تجاره التجزئه والسوبر ماركت. فديل بيدعموهم بيوفروا لهم دراسات بتاعت فوركاست، يعني انا الشيء اللي عرفته انه ناس واربرتون بيشتروا دراسات بتاعت فوركاست من شركات متخصصه استشاريه عشان تساعد التجار التجزئه او السوبر ماركت انه يحددوا الكميات اللي يفترض يستلموها يوميا عشان ما يكون في اوفر
وليكن في شورتج بالنسبه لهم. تمام، الكيس ده جميل جدا جدا، اكتب بس واربرتون بريد فحشوف انه الناس ديل كيف مهتمين بالسبلاي تشين، يعني هم الاو اي ام ومهتمين بالابستريم كله وبالداون ستريم كله. فالمثال بتاع واربرتون ده مثال حيوي جدا عشان تفهم به يعني بنقصد شنو بسبلاي تشين. وعندهم ويب سايت ممكن تدخلوا، انا مرفق لك اللينك بتاعه. طيب كده في اسئله او في مداخلات انا حارد عليها، بس اكمل الجزئيه دي. نجي للسؤال او الجزء الاهم بالنسبه لكم انتم كناس مبتدئين، What are the main jobs related to supply chain management؟ يعني الوظائف اللي احنا ممكن تندرج under supply chain شنو؟ ممكن نلقى مثلا supply chain directors او directors زي ما بنقول في السودان and managers. انا اخر وظيفه لي كنت supply chain director لgroup of companies. تحتهم تلقى supply chain managers. في ممكن تلقى procurement managers في المنظمات وفي البنك الدولي والامم المتحده، فديل مينلي بيقوم بتلقى الوظيفه بتاعت بروكيورمنت مانجرز. بتلقى ايضا تحتهم تيم ليدرز، بروكيورمنت تيم ليدرز. بتلقى لوجيستيك مانجرز، لوجيستيك مانجرز والبروكيورمنت مانجرز كلهم بيكونوا اندر سبلاي تشين دايركتور. بتلقى في لوجيستيك سوبرفايزرز، بتلقى في لوجيستيك اوفيسرز، بتلقى في فليت مانجرز، في ديسباتشرز دي الناس يعني بتاع المناوله. في قطاع الويرهاوس بتلقى في ويرهاوس مانجرز، ويرهاوس سوبرفايزرز، ستور كيبرز، في انفنتوري مانجرز، في انفنتوري كنترولرز او بلانرز، في انفنتوري اناليست. دي كلها وظائف اندر سبلاي تشين. في كونتراكت سكشن هيدز اللي هو الكونتراكت مانجمنت، ايضا هو اندر كده. مثلا بتلقى في شركات البترول بتلقى اسمه سبلاي تشين اسمه سي بي ال اللي هو كونتراكت بروكيورمنت اند لوجيستكس. بتلقى في كونتراكت سكشن هيدز سبيشاليست او كونتراكت سبيشاليست او كونتراكت مانجرز او كونتراكت ادمنستريتورز او كونتراكت اوفيسرز. بتلقى في ايضا اسيت مانجرز، ايفن الاسيت مانجمنت هي اندر بروكيورمنت. وبتلقى في اسيت كنترولرز. تمام، دي بصوره عامه يعني سناب شوت للوظائف الموجوده في السبلاي تشين، لكن ما محصوره فيها. ممكن تلقى وظائف، ممكن تلقى وظائف ثانيه. طيب المرتبات بتاعت السبلاي تشين كيف؟ السيرفي ده عملاه سيبس ديل اللي هم Charter Institute for Procurement and Supply، وعاملينه لمينا، مينا اللي هو ميدل ايست اند نورث افريكا. فبتلقى اللي هو المدخل بتاع الوظيفه التاكتيكال مرتباتهم الافرج بتاعها $22,000 في السنه، يعني ما يعني حوالي 2000 الا كده، مش كده 1700 1000 كده دولار في الشهر. وبتلقى الناس الاوبريشنال اللي هو شويه الاوفيسر بيكون عندهم خبره 5 سنين وما فوق بيكون $41,000 او $42,000 في السنه. بتلقى المانجيريال زي $59,000 في السنه اللي هو قريب ال $5,000 في الشهر. وبتلقى اللي هو الدايركتورز، تمام، بيقعوا ما بين المبلغ ده ما بين البروفيشنال وما بين الادفانس بروفيشنال. كويس، الاستشاريين بيقعوا هنا في الادفانس بروفيشنال اللي هو $137,000 في السنه. والارقام دي ما تشوفها كبيره، الارقام دي عاديه جدا. انت في السودان ممكن تاخذ $120,000 في السنه عادي جدا، تمام، بس تلقى يكون انت عندك المؤهلات الصحيحه والخبره الصحيحه وتلقى الجهه اللي افترض تشتغل معها. تمام، ده كان سيبس بروكيورمنت سالري جايد اند انسايتس. ان السيبس كل سنه بيقوموا يرسلوا او كل سنتين ثلاثه بيقوموا بيرسلوا سيرفي الناس الشغالين في المشتريات او في السبلاي تشين، بيقول لهم ورونا مرتباتكم كم.
طيب واي تو بي سيرتيفايد، اذا الموضوع ده عجبك والسبلاي تشين خلاص وقعت لك ودارت في سيبس يو كي، ممكن تدخل موقع اسمه sips.org اللي هو ده globally recognized certificates and diplomas in procurement and supply. والان ده هو يعني ده اكبر معهد في العالم ممكن تدخل عليه وتتاهل عبره. ونحن اوتسورس في السودان، نحن وكلاء بالنسبه لهم يعني ابروف منهم، وبنقدم دوراتهم سواء كان مباشره في كلاسز او اونلاين. يعني عندنا ديستانس وعندنا اونلاين وعندنا كلاس. وفي تاني معهد اسمه اي تي سي، ده تبع منظمه التجاره العالميه دبليو تي او في جنيفا. ده بيقدم انترناشونال دبلوم ان سبلاي تشين مانجمنت، فيها اربع تخصصات: بلانينج، سورسينج، اوبريشن اند لوجيستكس. وده اللي احنا وكلاء او سورس وكلاء من 2014، لكن العقد عقدنا معهم حينتهي بنهايه 2023، لانه هم تغيروا الاستراتيجيه ثانيه، التدريب بقى اونلاين مباشر معهم. طيب نسيبس دي عندهم خمسه مستويات، بتبدا بليفل 2 وبتنتهي بليفل 6. ليفل 6 بيدوك معاه شهاده الزماله اللي هو بيسموها ام سيبس، اللي هو ممبر اوف اوف سيبس. هو ده مشوار طويل لكن الريكوجنيشن بتاعه عالي جدا. اي زول عايز يبدا السبلاي تشين بطريقه صحيحه، نحن الان مصممين كورس اللي هو للكتاب الاول في المستوى الثاني. طبعا السيبس ما عندهم المستوى الاول، بيبدا بالمستوى الثاني. عندهم الكتاب الاول اسمه Procure Introducing Procurement and Supply. ممكن افتح الكاميرا، ما اعرف لو شايفينه. فالكتاب ده اللي هو ده اول كتاب وضعوه هنا سيبس، ونحن مصممينه على التليجرام بصوره جميله جدا وشارحينه بصوره كويسه. وبعدك ممكن ناس المبادره يدوهم رقمين دار يتواصل معي بخصوص المناهج دي. في ثاني الناس دار تخصص لوجيستيك فقط، في ناس بيقول لهم سي اي ال تي، هم برضه سيبس اللي هو سيبس انستيتيوت اوف لوجيستكس اند ترانسبورت، ديل برضه في يو كي، ممكن تدخل الموقع بتاعهم. هم نفس سيبس لكن سيبس اكثر حاجه سبلاي تشين اند بروكيورمنت، وديل متخصصين انفنتوري او متخصصين ترانسبورت اكثر حاجه. في ناس بيقول لهم ابيكس اللي هو ديل امريكان جلوبالي ريكوجنايز سيرتيفيكيتس ان برودكشن اند انفنتوري، باي ذا واي البرودكشن او الانتاج هو جزء من السبلاي تشين، وعندهم انفنتوري مانجمنت، لكن ابيكس ما متاح لنا في السودان ولسه الحظر ما رفعوه مننا، ما قادرين نجيب السودان. الناس اللي دايره تتخصص في عقود الاشغال، العقود بتاعت الكونستراكشن، في ناس بيقول لهم فيديك، تمام؟ فيديك ديل دي منظمه فرنسيه، عندهم كورسات اونلاين وكورسات مباشره للناس المهندسين او الناس اللي دايرين يتخصصوا في عقود الاشغال. إذا داير short practical courses with local accreditation اللي هو شهادات، يعني كورسات قصيرة، الكورس بيكون في حدود 5 يوم، وبتقدر توثق شهاداتك من من الخارجية، نحن عندنا في مركز أوتسورس حبابة كليف، تمام؟ عندنا كورسات في كل بتاعت supply chain, procurement, logistics, fleet management, inventory management, warehouse، وبتلقاها كلها كلاس على ديستانس على اونلاين مباشر. فاينلي دي الموضوعات اللي احنا تكلمنا عنها، تكلمنا عن السبلاي تشين، عن اللوجيستكس، عن البروكيورمنت، شفنا الكاتيجورايزيشن بتاع البروكيورمنت والفايف ارز والستيك هولدرز ماتريكس والبروكيورمنت سايكل، وشفنا الالكترونيك سيستم والجوانب الاخلاقيه والبوليسي اند بروسيجرز والكيس بتاع واربيرتون، وشفنا المستوى بتاع المرتبات كيف وواي تو بي سيرتيفايد. وشكرا لكم كثير، تمام؟ دي الماده المخصصه انا جو باك واشوف كل الاسئله والمداخلات اللي انتم طرحتوها، والباب ايضا مفتوح للاسئله طيب طيب شكرا لك كثير يا استاذ الماحي، وشكرك على الماده الجميله الدسمه دي، واكيد الشباب يعني ما شاء الله يعني متفاعلين من قبلك والمحاضره المتفاعله يعني،
طيب نحن هسه مع انه الناس كانت بتتناقش اثناء الشرح، لكن ممكن لو في زول عنده سؤال يسال الاستاذ الماحي طوالي. طيب في اسئله، في حاجات مكتوبه خلينا نشوف ويرد عليها. اوكي تمام. طيب عبد الله قال بيكون في حاجه اسمها تيم ليدر او بروكيورمنت تيم ليدر في شركات الاتصالات. ايوه احيانا المسميات بتختلف باختلاف القطاع، يعني مثلا بتلقى ناس الاتصالات ماسكين ليدر سبيشاليست ادمنستريتور كده، بتلقى مثلا شركات البترول بتلقى عندهم ما عارف سكشن هيد مانجرز كده، فاحيانا المسميات بتختلف باستلام باختلاف القطاعات. طيب قال المرتبات ظريفه، في واحد قال يعني 55 مليار ده اللي بيطلع في الشهر ما واغي كده، معليش يا شيخ. كيف 55 مليار اللي هو ده مرتب منه؟ ده مرتب ياتو ليفل اللي هو البروفيشنال ولا الادفانس بروفيشنال؟ انا شايف الجنيه مسيطر عليك، حولتها طوالي لل... المرتب ده عادي عادي يا اسمه ايه جيلاء منو يعني منو صاحب المداخله دي يعني يا شيخ المرتب ده عادي يبقى عشان ما استلمته بتشوفه بعيد عادي جدا تمام. انا ما داير اقول لك قبل كده استلمته وتجيبوني في السوشيال ميديا، لكنه عادي كويس ما كبير بس انت شد حيلك. طيب واضح تخصص سبلاي تشين، ممكن تتخصص سبلاي تشين ولوجيستيك مع ايوه انت اساسا سبلاي تشين هي دي الحاجه العامه دي الامبريلا العامه، بعد ذلك جواها ممكن تشوف انت داير شنو، داير بروكيورمنت مثلا او لوجيستكس، او مثلا في اللوجيستيك ذاته داير ترانسبورت ولا داير ويرهاوس، وفي الويرهاوس دار انفنتوري مانجمنت ولا دار يعني حاجات بتتشعب بعد كده. طيب موضوعكم موقع معهدكم وين؟ انا ما اعرف سياسه المبادره، هل الزول بدي ندي معلومات زي دي يا احسان ولا يسال انه موقع معهدنا وين؟ ممكن احنا ممكن توريهم هسه وبعدين احنا هنشير معاهم الرقمك ونشير معاهم صفحتك بتاعت اللينكدين وكل الحاجات يعني. نحن معهدنا في الخرطوم 2 شفت شمال اوزون شرقي مكتبتي، فاتح على حاجه بقول لك تدرس، وفي اجابات اشتغل شنو ادرس. طيب ثانك يو شكرا صراحه كده دكتور يا دكتور اللي قاعد مسافر. اوكي اجري ويز يو. تمام. طيب رايك شنو يا دكتور؟ ايوه جائحه كورونا ولا الان المشاكل بتاعت الحروب والحياه دي كلها بتخلق يعني خنقات في سلاسل التوريد، فبالتالي محتاجه تخطيط بدري. يعني مثلا زمان الصين عشان نستورد منها بتاخذ 45 يوم، بعد فتره كورونا وبعد ذلك في تحديات كثيره يعني الموضوع بقى ياخذ 4 شهور 5 شهور كده، فبالتالي عشان الشركات ما تقطع فلازم يكون عندها تهتم بالسبلاي تشين اكثر، الناحيه بتاعت بلاننج، الناحيه بتاعت مانجمنت وكده. طيب انت قلت في السنه 120 الف دولار، ايوه يا شيخ. انا يوم من الايام مرتبي في السنه 120 الف دولار. تمام؟ عشان اجيك من الاخر. طيب شكرا جزيلا شرح وافي. طيب ممكن تتكلم عن مجموعه الشرفي مختلف الاقتصاد التشاركي. طبعا مجموعة الشراء دي أول جروب باينج يا شباب، هو ممكن يكون حاجة فولنتريلي اللي هو حاجة تطوعية، مثلا يقوم يعني مثلا أنا كمحل تدريب داري اشتري مثلا كومبوننتس معينة أو كده، ممكن بصورة تطوعية أشوف معي معاهد تدريب تانية واحتاج لنفس الايتيمز دي ونجيبها مع بعض، وجبنا الحاجات دي خلاص انتهت الحدوته، يعني ثاني ما في الا يكون في حاجه جديده. فممكن الباين جروب او الجروب باينج ده يكون بالطريقه دي. ممكن الجروب باينج يكون مثلا
في مكتب معين متخصص لواحدة من الصناعات، يعني مثلا زي اتحاد الصناعات ده عندهم مكتب متخصص في المشتريات المشتركة. وممكن مثلا في شركات مثلا زي شركات التعدين وكذا اللي هو حاجات متشابهة، ممكن يكون عندهم حاجة اسمها شنو يا ماحي، حاجة اسمها procurement، بقولش عندها اسم، عندها مصطلح اللي هو بيسموه buying عندها مصطلح، يعني بيكون في زول متخصص بتاع procurement في واحدة من الشركات دي، تمام، بيقوم ينسق مشتريات items معينة مثلا زي الكيميكالز، تمام. يعني بمعنى انه الطريقه بتاعه تجميع الطلبات او الشراء الجماعي دي عنده كم طريقه، يعني ما طريقه واحده. وبتلقى مثلا في شركات كبيره ضخمه مثلا زي سابق في السعوديه، دي العديد عندهم شركه متخصصه بتاع الشراء موحد، بتشتري لكل الجروب. ممكن مثلا يكون ناس الاتحاد، مثلا ناس المنظومه بتاعه الصناعات الدفاعيه في السودان او التصنيع الحربي، ممكن يكون عندهم مكتب متخصص، انا بس بضرب مثال لكن ما اعرف عندهم ولا ما عندهم، ممكن يكون عندهم مكتب متخصص او جهه متخصصه ماسكه لهم المشتريات او ماسكه لهم نوع معين من المشتريات. طيب ما هو دور تحليل البيانات في السبلاي تشين؟ طبعا حاجة أساسية جدا، احنا عندنا حاجة اسمها، اكتبها لك، اسمها Spend Procurement Spend Analysis. Procurement Spend Analysis ده او تحليل المشتريات، دي حاجة بنعملها سنويا، اللي هو بنجيب المشتريات كلها تمت خلال السنة السابقة مثلا 2022، وبنقوم نفرغها مثلا نقول في Excel Sheet، بنعمل لها كاتيجورايزنج بحيث انه بيكون عارفين انه صرفنا على الادوات المكتبيه كم، على قطع الغيار كم، على الصيانه كم، على المواد الخام كم كده، وبنعرف انه من كل مورد اشترينا بكم، وبنعرف انه لكل اداره اشترينا بكم، وبنعرف انه يعني بتدينا انسايتس كثيره جدا، وبنعرف الاصناف الاسعار مستغره والاصناف الاسعار ما مستغره، المهم بتدينا انسايتس كثيره جدا، على ضوءها ممكن نبني خطط ونبني استراتيجيات. الحته بتاعت الاناليسيس بالنسبه لنا اساسيه جدا. وانا اخر شركه اشتغلت فيها كان عندنا وظيفه اسمها سبلاي تشين اناليست. ايه في الدول الناميه سلاسل الامداد ما مشهوره وما بيفتحوا وظائف متخصصه؟ ما هي ناميه لكن يا عبد الله. يعني نامي إما عندهم مشكلة بتاعت وعي بأهمية سلسلة الإمداد، أو بيفتكروا إنه ما عندهم القدرة المالية اللي ممكن يعينوا بها ناس، يعني استاف متمكن ممكن يدير لهم سلاسل الإمداد. طيب يلا السؤال الجبال المتعلق بافضل شركات سلاسل الامداد، اذا بتعني مثلا شركات بتاعت نقل، ممكن يكون زي ناس ميرسك، ما اعرف بتعني ديل مثلا اللي هو الشركات المتخصصه، شركات بتاعت الشحن، اللي يكون كده يعني، غير كده السؤال ما بيظبط. طيب الوصف الوظيفي، المهام الوظيفيه، المهارات الوظيفيه اللازمه لسلاسل الامداد، والله ممكن تخش النت ولو دار اجابات ضابطه اتواصل معي بطريقه ثانيه، نحدد انه يعني في مرجع للوصف الوظيفي، بس الميجا بايتات بتاعته ثقيله ما بقدر ارفعه. في مرجع للوصف الوظيفي للوظائف بتاعت للوظائف بتاعت، لكن في النت بتلقى يعني وصف الوظيفي. تمام كده، ثاني في زول عنده سؤال او في عنده مداخله؟
ما افتكر انه في زول ثاني عنده حاجه. شباب في زول عنده اي سؤال او استفسار؟ من شاكر الفرصه للتفاعل والشاكر يعني اتمنى انه التغي بكم يعني في فرصه يعني. شكرا لك. ما بقدر اجاوب على السؤال، سؤال ده كبير بتاع الجيوسياسية. انا دي بالعاده اقرا عليك يا السماوات أكيد طبعا، أي سياسة أي حروب أي بتاع بتأثر على الجواب بتاعة الصف لكن هاي تطلع. تفضل يا أحسن. أيوة لا أنا كنت أجيب بس بسأل الشباب إذا في أسئلة، لكن شايفة في شباب دخلوا قاعد يكتبوا تقريبا، إذا دخل عمل سؤال. سؤال بتقول إنه أي نقطة قابلت قاطع التسويق وسلاسل الإمداد، عن علاقة التسويق وسلاسل الإمداد. والله طبعا التسويق لو أخذناه بمفهوم الواسع بما فيه المبيعات بما فيه التوزيع بما فيه، طبعا هو بيشتغل في الداون ستريم، والسبلاي تشين او الناس البروكيور من السبلاي بيشتغلوا في الاب ستريم كلهم يعني البروكيور سبلاي من سايد والماركتنج اند ديستريبيوشن او السيلينج اند ديستريبيوشن من سايد، هم كلهم بيشتغلوا في السبلاي تشين. السبلاي تشين زي ما عرفناها في البدايه انها فروم اند تو اند، يعني من البروديوسرز لحد الاند كاستمر او الاند يوزر. فبما انه الناس الكونكتد بالان يوزر هم ناس السيلز، ناس الماركتنج اند سيلز اند ديستريبيوشن، وبالتالي هم جزء من السبلاي تشين بيشتغلوا في الداون ستريم. بس السبلاي تشين يعني غير معناها يعني، بس اصطلحت انها هي شغاله في الاب ستريم اكثر، عشان كده هسه البروكيورمنت اند سبلاي الناس بتنظر لها منهم يعني اصطلاحا هم نفسي السبلاي تشين، ودي حاجه عالميه ما في السودان بس. الشركات الصينية ممتازة في سلاسل الإمداد، والله ما أعرف يا عبد الله. المجال ده كبير بالمناسبة. أيوه الحتة بتاعت روسيا دي هذه الجيوسياسية اللي اتقالت قبل شوية. المجال ده كبير يعني أنا متخصص فيه من 2003 وإلى الآن بحس إن أنا بعيد تمام، ويعني درست فيه وحضرت فيه وكتبت فيه لكن ستيل المجال ده كبير جدا وممتع، يعني ممتع. أنا ما يعني ما إن نزول دخل المجال ده ومل منه أو زهج منه، ممتع بالذات وقت تشتغل في الجلوبال سبلاي تشين، انت بتتعامل مع موردين من دول ثانيه وكذا، فبتحس بانه في كل مره في اضافه بالنسبه لك. فاي زول داير يمسك الدرب حبابه الف تحت الخدمه. اوكي تاني اذا ما في اسئله نحن ممكن نختم. بالنسبه للماتيريالز لو في ماتيريالز انت عايز نرسلها للشباب ممكن ترسلها على واتساب او على الايميل طوالي ونحن هنشيرها معاهم يعني. تمام حلو. طيب شكرا لك كثير. شكرا لك ماحي وشكرا للشباب. تسلم. شكرا مع السلامه. يلا مع السلامه. الله يخليك. الله يخليك.